الله. هنبدأ إن شاء الله حاجة كده اسمها انزيمز. طبعاً إحنا مش هنقعد بقى في الشرح اللي هو اللي قاموا الزوار والحاجات اللي في النص والإنترودكشنز والكلام ده كله، لأ. يعني مثلا مش هقول لك الديفينيشن بتاع الانزيمز ان هي محفزات بروتينيه بتسرع الريت بتاع الكيميكال رياكشن خالص. انا رايح بادئ على طول من اول سؤال ينفع يجي في الانزيم، فاهمين هنعمل ايه ان شاء الله؟ تمام. فالسؤال رقم واحد عندي حاجه كده، هو في اول صفحه اسمها بروبرتيز اوف انزيم. اسمها ايه؟ بروبرتيز اوف انزيم. البروبرتيز اوف انزيم فيهم كده 1 2 3. رقم 3 دي لاقي حاجة اسمها تخصصات الإنزيمات، يعني حاجة اسمها إنزيم سبيسيفيستي. إنزيم سبيسيفيستي يعني تخصص الإنزيمات. عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن السؤال بيجي كده، يعني يجي يقول لي بروبرتيز أوف إنزيم أو يجي على طول مرة واحدة عشان دي أهم حاجة يعني، فيقول لي على طول إنزيم سبيسيفيستي. ده كده السؤال رقم كام في الإنزيم؟ رقم 1. لو انا بتكلم سريع وحد عايز يفهم حاجه في النص عادي ممكن يقول لي ايه ده شويه برنس وههد عادي، وبعدين نرجع تاني بسرعه، يعني حاجه سهله نجري فيها كده ماشي. فعايز تقول لي بقى البروبرتيز اوف انزايم، قلنا دول بروتين ان نيتشر. بروتين ان ايه؟ نيتشر، بروتينات. ماشي شكرا. اللي بعده بيقول لي ان البروتينات دي شغاله عند الجسم يعني في حاجه اسمها مودريت pH and moderate temperature. moderate pH و moderate ايه؟ temperature. هو بيقول لي كده. بعد كده يعني ان شاء الله يعني جوه شويه كده هنعرف كلام تاني في pH وال temperature، هنعرف ان هم فاكتورز بتاثر على شغل الانزيمات. بس هو نفترض ان هم كلهم يعني شغالين في moderate pH اللي هو تقريبا كام؟ 7.4، والmoderate temperature اللي هي كام؟ 37، اقل ايه؟ نص، ازود نص كده كله. طيب بعد كده بقى بيجي يقول لي ان عندهم حاجه اسمها انزيم سبيسيفيستي، يعني تخصص مين؟ الانزيمات. يعني ايه تخصص الانزيمات؟ بص في انواع من السبيسيفيستي. فاهمين يعني ايه اصلا كلمه سبيسيفيستي؟ يعني الانزيمات متخصصه لدرجه. الانزيمات متخصصه جدا في شغلها لدرجه ان في انزيمات بتشتغل على جروب معينة، فأسمي النوع ده من سبيسيفيستي جروب سبيسيفيستي. أسميها إيه؟ جروب سبيسيفيستي. يعني إيه جروب سبيسيفيستي؟ يعني عندي إنزيمات مثلا ما بتشتغلش غير لما تشوف جروب معينة بس، يعني مثلا بتطيب بومب تشتغل عليه. أنت الناس يعني الوشوش اللي أنا شايفها دي كده أو الماسك فيس ده من تأثير الفسيولوجي ولا من تأثير أنتوا مش فاهمين؟ الفسيولوجي يعني أطمن؟ أخش يعني ولا إيه؟ خلاص. جروب سبيسيفيستي يعني ايه؟ يعني انزيمات متخصصه جدا في شغلها لدرجه ان هي ما بتشتغلش غير على ايه؟ جروب واحده بس. بتطيب بومب مثلا فيديني مثال بحاجه اسمها ايه؟ بيبسينوجين، اللي كان اسمه بيبسينوجين ايام زمان فاكرينه؟ البيبسينوجين ده ما بيشتغلش غير على بتطيب بومب، يعني يشوف بتطيب بومب يشتغل عليه، يشتغل على حاجه ثانيه في حياته؟ لا، يشتغل على مين بس؟ بتطيب بومب. طيب يديني مثلا نوع ثاني، قول لي حاجه اسمها ريلاتيف، فاهمين دي؟ طب معلش يعني ردوا عليا في الموضوع ده، لو سالتكم فاهمين يعني حاجه من الاثنين، يا فاهمين يا ايه؟ مش فاهمين عيد تاني والله عادي. انا بس جايبكم النهارده على فكره علشان تطلعوا من مود الفسيولوجي واليوم ما يضيعش، بس كده كده كان هيضيع في النوم، فاهمين ازاي؟ فحتى لو انت يعني ما ذاكرتش النهارده اي حاجه بس سمعت الكلام وروحت البيت نمت وان شاء الله الصبح كنت بذاكر، او انت استفدت حاجه في يوم الامتحان اللي هو دايما بيخلص في النوم يعني. عارفين ازاي؟ ماشي. تاني نوع بقى اسمه ريلاتيف سبيسيفيستي. ريلاتيف دي جايه من ريليشن. ريليشن دي اللي هي ايه؟ علاقه. يعني دول نوع من الانزيمات ما بيشتغلش الا على مجموعه حاجات كده يجمعهم علاقه واحده. مجموعه حاجات يجمعهم ايه؟ علاقه واحده. يعني فاكرين حاجه اسمها جليسرول؟ جليسرول؟ جليسرول ده كان ايه؟ الكحول في 3 او اتش، صح؟ طيب كان ممكن يعمل كام استر بوند؟ بما انه في 3 او اتش بوند، الله ينور عليك. فكان ممكن يعمل هنا مع فاتي اسيد وهنا مع فاتي اسيد وهنا مع ايه؟ مع فاتي اسيد. يبقى المنظر ده اسمه ايه؟ تراي اسايد جليسرول، اللي كان في السنجل ليبيد، لو فاكرين حاجه زي كده.
طيب مش ده كده اسمه ترايسال جليسرول؟ طيب لو الثلاثة دول كانوا باوميتك مش برضه يبقى اسمهم ترايبالميثيل جليسرول او ترايسال جليسرول؟ لو الثلاثة دول اسيتك او الثلاثة دول ستيريك او الثلاثة دول اي فاتي اسيد مش في الاخر يجمعهم علاقة ان هم تاج اللي هم ترايسال جليسرول؟ طيب انا عندي بقى مجموعة من الانزيمات اسمها لايبيز لايبيز اسمهم ايه؟ لايبيز لايبيز ده اللي هو اي انزيم بيكسر اي ليبل او انزيم بيكسر اي ترايسال ايه؟ جليسرول بغض النظر عن ايه الالكحول اللي فيه او ايه الفاتي اسيد اللي فيه فاهمين حاجه؟ يعني دول مركبات يجمعهم علاقه واحده ان هم من عيله واحده اللي هم عيله مين؟ الترايسال جليسرول فاهمين كده الكلام ده؟ طيب جروب يعني عارف جروب بيشتغل عليها ريلاتيف يعني عارف حاجات قرايب كده بيشتغل عليهم مع بعض تمام؟ ادخل بعد كده على النوع اللي بعده حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ابسولوت عارفين ابسولوت يعني ايه؟ مطلق اللي هو مرحله العناد المطلق والكلام اللي انت ابسولوت ريفراكتوري فيريبل ماشي ابسولوت يعني مطلق يعني انزيم ما اشتغلش في حياته غير على ماده واحده ودايما بنسميه بنفس الاسم يعني مثلا عندك سكر كده قابلته الله يسلمك في اول السنه اسمه لاكتوز اللاكتوز ده حضرتك بيتكون من جلوكوز وجلاكتوز الانزيم اللي بيكسره اسمه لاكتيز اسمه ايه؟ فيعني من الاسم بس كده بمنتهى البساطه انا عرفت ان اللاكتيز ده طول حياته مش هيشتغل غير على مين؟ على اللاكتوز يعني اللاكتيز انزيم بيكسر مين؟ اللاكتوز هل هيكسر اي حاجه ثانيه في الدنيا؟ لا والله ينور عليك يبقى هو ده من نوع مين؟ لسه ما ضربتش يا مصدق طيب يبقى اللاكتيز مش هيشتغل غير على ماده واحده بس فاسميها ابسولوت ايه؟ سبيسيفيستي يعني الانزيمات متخصصه لدرجه ان في نوع من التخصص بتاعها ما بيشتغلش غير على ايه؟ على ماده واحده بس فاسميها ابسولوت. في حاجه ثانيه اسمها دول. دول يعني ايه؟ زوج او اثنين صح كده؟ في انزيم عندي هو مثال واحد بس موجود في دوره كريبس تسمعوا دوره كريبس؟ تسمعنا؟ تمام كريبس سايكل فعندي انزيم كده اسمه ايزو سترين دي هيدروجينيز اسمه ايه؟ ايزو سترين دي هيدروجينيز ايز يعني انزيم ودي هيدروجين دي يعني نزع وهيدروجين يعني نزع مين؟ هيدروجين من ماده اسمها ايه؟ ايزو سترين الله ينور عليك يبقى الانزيم ده بيعمل ايه؟ بينزع الهيدروجين من ماده اسمها ايزو سترين الماده دي موجوده في كريبس فهو بيشتغل على المادة دي ويطلع مادة تانية اسمها اوكزالو ساكسينيت ويشتغل على اوكزالو ساكسينيت ويطلع ساكسينيلكو ايه؟ يعني هو بيشتغل على كام مادة؟ اثنين، المادة الأولى اللي هو أصلا متسمى على اسمها اللي هي اسمها ايزوسيتري دي مادة أصلا بيطلع مادة اسمها اوكزالو ساكسينيت يشتغل عليها هي كمان ويطلع بقى ايه مادة تانية فاهمين كده؟ يبقى الانزيم اللي اسمه ايزوسيتري نابرينيز بيشتغل على مادتين فعشان كده سميته ايه؟ دول سبيسيفيست يعني انزيم ما يعرفش في حياته غير مادتين بيشتغل عليه سهل الكلام ده؟ تمام اللي هم ايزوسيتريت وحاجه اسمها اوكزال وساكسينين سهل كده ولا ايه؟ سهل والله؟ ماشي طيب عندي بقى نوع كمان كده اسمه اوبتيكال سبيسيفيستي يعني ايه اوبتيكال سبيسيفيستي؟ يعني انزيم بيغير عارفين اوبتيكال دي اللي هي اوبتيكال ايزومريز فاكرينها ايام زمان كده؟ السنه اللي فاتت؟ هي يعني فعلا في السنه اللي فاتت اللي هي كانت 2014 كلام من زمان يا جدع بقى الاوبتيكال ده اللي هو السكر اللي هي شبه جزيئيه زي ما انتوا بتقولوا كده اللي هو مثلا الالفا فورم والبيتا فورم الدي فورم والهيل فورم الكلام ده كله تمام فالاوبتيكال ده يشتغل على ايزومر واحد بس من الاثنين ايزومر دول يعني ده خلي بالك الاوبتيكال ده متخصص كمان اكتر من الابسوليوت صح؟ الابسوليوت ده انزيم عارف ماده بيشتغل عليه لا ده انت مثلا لو عندك ايه الفا جلايكوزيديك بوند وعندك بيتا جلايكوزيديك بوند هو بيشتغل على حاجه واحده بس يعني هو دي جلايكوزيديك ودي جلايكوزيديك دي رابطه جلوكوز مع جلوكوز ودي رابطه جلوكوز مع جلوكوز بس دي الفا ودي ايه بيتا زي مين عندي نظام كده اسمه اميليز اسمه ايه اميليز ده اللي بيهضم الكربوهيدرات اميليز يعني بيهضم الكربوهيدرات خلي بالك هنا ليبت لايبيز بيهضم الليبت واميليز بيهضم مين؟ الكربوهيدرات طيب الاميليز اللي في جسمي اصلا ده سؤال عالي يعني هنشوفه ان شاء الله في الكربوهيدرات بيقول لك ليه الاميليز اللي في جسمك يهضم مثلا الستارش وما يهضمش السليلوز لان الستارش مكون من الفا جلايكوزيديك بوند انما السليلوز مكون من بيتا جلايكوزيديك بوند والانزيمات اللي عندي من النوع الفا
يعني انا الانزيمات اللي عندي اسمها الفا اميليز، اسمهم ايه؟ الفا اميليز. هو اسم الانزيم كده يا اخي، هل كده ينفع يشتغل على البيتا اميليز؟ ليه؟ لان نوع السبيسيفيستي بتاعته اسمها ايه؟ اوبتيكال سبيسيفيستي. سهل الكلام ده؟ ماشي. سهل خلاص؟ طيب النوع الاخير بقى بيقول لك في حاجه اسمها رياكشن سبيسيفيستي. يعني ايه رياكشن سبيسيفيستي؟ يعني انزيم مثلا رايح يعمل ريدكتيز، يعمل ريدكشن، يعني انزيم اسمه ريدكتيز رايح يعمل ريدكشن، ينفع مثلا يعمل حاجه ثانيه؟ اوكسيديز، يعني احط اكسجين هو راح يعمل ريدكشن، ينفع احط اكسجين مثلا؟ لا. فانا عندي ست انواع من الرياكشنات، ست انواع من ايه؟ الرياكشنز، يعني مش الرياكشن اللي هو الرياكشن، لا الرياكشن اللي هو ايه؟ العمليات الحيويه. اه بالظبط كده، ست انواع من التفاعلات هناخدهم دلوقتي لان هم سؤال جايين يعني. بيقول لك الانزيم اللي يعمل كلاس من الرياكشن ده ما يعملش الايه؟ الكلاس الثاني. بس يعني النظام اللي يعمل رياكشن ما يعملش الرياكشن الثاني. فسموها رياكشن سبيسيفيستي. سهل الكلام ده كده؟ يبقى انا كده عندي كام نوع من السبيسيفيستي؟ 6 2 4 6. وعندي كام نوع من الرياكشنز؟ هناخدهم كمان شويه، كام نوع؟ كام كلاس من الرياكشن؟ 6 برضه. هناخدهم كمان شويه، ماشي؟ طيب يبقى ده كده اول سؤال يجي بالطريقه دي او الطريقه دي، بروبرتيز اوف انزايم او ايه؟ او سبيسيفيستي اوف انزايم، زي ما يجي بقى، سهل؟ فالانزايم ستراكشر ده من اتفه الاسئله. بيقول لك انزايم ستراكشر يا جدع. طيب الانزايم اللي شغال عندي ممكن يكون نوع من اثنين، نوع من اثنين، يا اما الانزايم السيمبل يشتغل، هفهم يعني ايه سيمبل دلوقتي، يا اما يمسك مع حاجه ثانيه ويبقى كونجوجيتد، كونجوجيتد ويشتغل، ماشي؟ بالمناسبه انا خطي بيتسمع يعني ما تحاولش تقراه، يعني اسمعه معايا بس، ماشي؟ طيب السيمبل ده اللي هو ايه؟ بص كده الانزيم ده بيتبين ازاي؟ دي كده خليه، ماشي؟ واللي جواها دي ايه؟ نيوكليوس. انا عارف الاستولوجي جه ولا لسه؟ لسه؟ عدى؟ طيب يعني نسيتوه يعني، ماشي. دي خليه ودي جوه، بصوا جوه الخليه كده بيبقى فيه ستراكشر صغير كده اسمه نيوكليوس. نيوكليوس ده يا جماعه بيبقى فيه دي ان ايه، ماشي؟ الدي ان ايه ده يا جماعه بيبقى شايل الايه؟ الجينيتك كودز بتاعتي. يعني لو مثلا الخليه بتاعتك عايزه تصنع بروتين معين اللي هو انزايم مثلا او هرمون او اي حاجه، في الحاله بتاعتنا دي يبقى ايه؟ انزايم، ماشي؟ فهنعمل ايه حضرتك؟ هي شايله الشفره بتاعت الانزايم. فنقوم رايحين عاملين عمليه كده اسمها ترانسكريبشن، ونطلع الشفره دي ننسخها على حاجه اسمها ام ار ان ايه، وبعدين ناخد الام ار ان ايه نترجمه الى بروتين، صح ولا ايه؟ الكلام ده اللي في المولكيولر بيولوجي عادي، ماشي. البروتين بقى اللي لسه طالع اللي هو الانزيم ده، هل ده كده بروتين طالع اهو، هل ماسك في حاجه؟ يبقى ده ايه؟ سيمبل بروتين، ده سيمبل بروتين، ماشي. السيمبل بروتين ده ممكن يشتغل عادي، يعني ممكن يكون في بروتينات طالعه كده اول ما يطلع يشتغل على طول، يبقى ده اسميه نوع ايه؟ سيمبل. في بقى بروتين تاني اللي هو انزيم تاني يعني لا ما يشتغلش لوحده، محتاج حاجه تساعده، محتاج ايه؟ حاجه تساعده. فنسميه ساعتها مين؟ كونجيوجيتد انزيم، كونجيوجيتد انزيم زي الكونجيوجيتد بروتين بالظبط. فهيبقى مكون من ايه؟ هيبقى بالظبط كده، هيبقى مكون من الحته البروتين اللي هو البروتين بارت، والحته اللي مش بروتين اللي اسمها نان بروتين ايه؟ نان بروتين بارت، ماشي؟ طيب البروتين بارت ده اللي بسميه ايبو انزيم، كلمة ايبو اصلا شيلها كده وحط مكانها بروتين بارت، يعني ايبو معناها ايه؟ بروتين بارت. يعني لما تشوف حاجة اسمها ايبو انزيم شيل الايبو وعوض بقى واكتب بروتين بارت اوف انزيم بس، يعني ايبو لايبو بروتين، بروتين بارت اوف لايف بروتين، يعني حته البروتين في اللايف بروتين، فاهمين معنى الكلمه؟ طيب ده البروتين بارت بسميه ايبو ايه؟ انزيم، ايبو انزيم، ده البروتين. النان بروتين بارت احيانا اسميه كو فاكتور، اسميه كو فاكتور على طول كده او اقسمه بقى، اقسمه اشوف انواع الكو فاكتور اللي موجودين عندي. طيب الاثنين دول مع بعض اسمهم كونجيوجيتد بروتين، او اسمهم على بعض الايه؟ الانزيم كله. الانزيم كله اللي هو هولو انزيم. مصحصحين؟ ماشي. اسمهم ايه؟ هولو انزيم. يبقى يعني ايه هولو انزيم؟ ده الكونجيوجيتد كله على بعض، هينقسم الى ايه؟ ايبو انزيم اللي هو البروتين بارت،
والكو فاكتور اللي هو النان بروتين بار. النان بروتين ايه بار؟ النان بروتين بار ده اللي هو الكو فاكتور. بقسمهم بقى الى حاجتين كده، خلي بالك عشان الكلام ده بيجي ومحطوط عليكم في الكتاب كده جدول مقارنه بين الريبونزام والكو فاكتور. ماشي؟ طيب انا عندي بقى الكو فاكتور ممكن يبقى اورجانيك وممكن يبقى ايه؟ مش اورجانيك. اللي مش اورجانيك اللي هو الميتالز، فاكرين حاجه اسمها ميتالز؟ ميتالز يعني ايه؟ مثلا مغنيسيوم كالسيوم الكلام ده. فانت تلاقي مثلا انزيم كده اسمه كاينيز، كاينيز ده يعني بحط فوسفيت، كاينيز يعني بحط ايه؟ فوسفيت. فتلاقي الكاينيز ده دايما عليه حاجه اسمها مغنيسيوم كده، مغنيسيوم ده الكو فاكتور لمين؟ للكاينيز. فيسموا النان اورجانيك ده حاجه اسمها كو فاكتور. كو ايه؟ فاكتور. النان اورجانيك اسمه ايه؟ كو فاكتور. طيب الاورجانيك اسمه كو انزيم، عادي يعني اختلاف في المسميات بس، بس هو اصلا النان بروتين برضه اسمه كو فاكتور او كو انزيم. زي ما انتم شايفين كده يعني يا اما كو فاكتور يا اما ايه؟ كو انزيم. لو هتتكلموا عنه من بره كده عادي، هو ده برضه كو فاكتور. فاهمين حاجه؟ تمام. فلو هو اورجانيك يبقى بسميه كو انزيم. عادي يعني. طيب الاورجانيك ده زي مين؟ زي حاجه اسمها ناد. فاكرين الناد والفاد والكلام ده؟ اللي هو في الفيتامين ان شاء الله. تمام. دول كده. واحيانا بيقسموا الاورجانيك الى تقسيمه ثانيه. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ان في حاجات فري. دول حاجات ايه؟ فري. يعني ايه فري؟ يعني بص الناد دي ممكن تساعد الانزيم. طبعا في المناسبه الناد دي هيدروجين كارير، يعني بتعمل ايه؟ بتشيل الهيدروجين. فاقول لك فري يعني ايه؟ يعني تروح تشيل الهيدروجين من الانزيم ده وخلاص، وبعدين تسيب الهيدروجين في مكان كده، وبعدين تروح للانزيم الثاني وتشيل منه الهيدروجين، وتروح تحطه في مكان كده، وتروح للانزيم الثالث وتشيل منه الهيدروجين. يعني هل هي مرتبطه بانزيم معين؟ لا. فبيسموها ايه؟ فري. طيب النوع الثاني اكيد طبعا مش ايه؟ مش فري، فيسموه بروستيتك جروب. بروستيتك جروب ماشي؟ بروستيتك او تايت، يعني الانزيم ده كده يطلع ولازم اجيب له الكو فاكتور بتاعه وامسكه معاه، ويفضلوا الاثنين دول عايشين مع بعض لغايه ايه؟ لما يخلصوا الشغل بتاعهم، ولما يتكسروا اتكسروا مع بعض. يعني هو حاجه واحده بس، يعني انا لو شلت البتاع دي من القلم، القلم يبوظ، صح ولا لا؟ فاهمين كده؟ فاهمين كلمة تايت يعني ايه؟ تمام، نقولها بس تاني من الأول معلش. الإنزيم يشتغل سيمبل يشتغل كونجوجيت. كونجوجيت ده يعني فيه بروتين بارت فبسميه ايجو إنزيم، ونان بروتين بارت اللي هو مين؟ الكو فاكتور أو الكو إنزيم. فأحيانا بيسموا الكو فاكتور اللي هو النان بروتين بارت زي الميتال مثلا، ميتال أي معدن. طيب الأورجانيك بقى أو الكو إنزيم اللي هو بقسمهم إلى حاجتين، يا فري بيساعد أي إنزيم، يا اما طايت بيساعد ايه؟ انزيم واحد بس. المثال بتاع الفري اللي هو الناد والفاد اللي هم الهيدروجين كارير دول. المثال بتاع ده علينا برضه على فكره، يعني الكلام ده علينا بس في الفيتامين. اسمها حاجه اسمها بايتن بايتين بايتن بايتين بالعربي يعني ماشي؟ فالبايتن ده بيطلع ايه؟ حتى هتلاقي في الكتاب كده مكتوب ان في انزيم بيمسك البايتن مع الانزيم اللي هو بيساعد. يعني بص البايوتين ده بيساعد انزيم اسمه كاربوكسيليز. اسمه ايه؟ فالكاربوكسيليز لوحده اللي هو يعتبر مين؟ الايجو انزيم. والبايوتين اللي هو يعتبر مين؟ الكو انزيم، صح؟ بقول لك بقى في انزيم تاني كده، انزيم تاني خالص اسمه هولو كاربوكسيليز سينسيز. فاهم الاسم؟ هولو كاربوكسيليز يعني الكاربوكسيليز كله، يعني مين؟ يعني الكاربوكسيليز اللي شكله عامل كده. هولو كاربوكسيليز، متخيلين ازاي؟ مش دي الهولو؟ يعني البروتين بارت ماسك مع النان بروتين بارت. سينسيز يعني في انزيم بيحط كل بايوتينايه على ايه؟ على كاربوكسيليز، ويعيش مع بعض بقى طول العمر، فاهمين الكلام ده؟ بس يعني البايوتين ده بتاع ده بس ما ينفعش يروح يساعد ايه كاربوكسيليز تاني، تمام كده؟ سهل السؤال ده؟ فيجي مثلا يقول لك ايه مقارنه بقى بين الايجو انزيم وبين الكو فاكتور. عادي يقول لك ده البروتين بارت وده النان بروتين بارت. ده هيطلع بايت يعني بروتين يعني اتكسر بالايه؟ بالحراره.
وغالبا الكو فاكتور اللي هو يوصل بيه الميتال، الميتال طبعا ده كريستالز كده تكسر بالحراره؟ لا طبعا مش هتكسر بالايه؟ بالحراره، بس كده ده يعني المفروض. وطبعا وتكتب الايه؟ الاستراكشر او الكلام ده. سهل الكلام ده؟ السؤال اللي بعد كده سؤال مهم جدا وبيجي في الامتحان، يعني انا نفسي افهم فين السؤال اللي مش مهم او اللي مهم مش جدا وما بيجيش في الامتحان. يعني معاك اهو، لو لقينا سؤال زي ده هنقول ماشي؟ بس ده مهم جدا بيجي في الامتحان. بص طبيا يعني طبيا كده يعني زي ما دكاتره الفسيولوجي بيقول لنا على طول، يقول لك اي حاجه اخرها جن او اي حاجه اولها برو او اي حاجه اولها بري يبقى ايه؟ انها اكتف. عشان نكتفها نعمل ايه؟ نشيل اي حاجه من المقاطع دي، صح؟ طيب زيموجين، انت متخيل ده يعني الديفينيشن بتاعه ده ايه؟ ان اكتف انزايم، وعلشان اكتفه اعمل ايه؟ اشيل الجين دي. فيقول لك بقى فاكرين الرسمه اللي كانت هنا دي؟ ها؟ والدي ان ايه كده ومطلعنا ايه؟ بروتين هنا في الاخر، صح؟ فيقول لك ايه؟ ان الانزايم عامل كده. يعني ده رسم من كروكي يعني. بقول لك ان ده كده اسمه ايه؟ انزيم، وعنده حاجه اسمها اكتف سايت، يعني الانزيم اهو. انا بشتري البتاع ده ازاي؟ بشتري عامل كده، صح ولا لا؟ طيب ده هل ده كده هيكتب؟ طيب ده له اكتف سايت اهو، وانا شاريه عامل كده، يعني شاريه عامل كده يعني ايه؟ يعني هو متصنع اصلا بعض الانزيمات، مش كل الانزيمات على فكره، بعضهم يعني، متصنع عليه بولي بيبتايد تشين عامل ماسكينج للاكتف سايت. تخيلت حاجه؟ يعني انا هو متصنع عامل كده عليه بولي بيبتايد تشين عامل ماسكينج لمين؟ للاكتف سايت. يعني بمنتهى البساطه عشان اعمل له اكتيفيشن تعمل ايه حضرتك؟ شيل البولي بيبتايد تشين، صح ولا ايه؟ تمام. يبقى مين بقى اللي اسمه زايموجين؟ هو المنظر ده كده اللي اسمه زايموجين. ان اكتف انزايم اللي هو ذات سنسسايز بايه؟ بحاجه اسمها بولي بيبتايد تشين ذات ماسكينج مين؟ ماسك الاكتف سايت. طيب ايه الكلام ده؟ علشان اعمل له اكتيفيشن الايتم اللي بعد كده الايتم الاورانيكال ديفينيشن ومعرفه الايتم اللي بعد كده الاكتيفيشن مين؟ الاكتيفيشن اكتبه ازاي ده بقى؟ عادي يعني بيقول لك ان ممكن انزيم هو اللي يكتفه، يعني الاكتافه بتاعته تحصل بانزيمات ثانيه انزيمات ثانيه. فاهم حاجه؟ يعني ممكن انزيم يجي يكتف مين؟ الانزيم اللي مش اكتف. مثال يقول لك عارفين حاجه اسمها التريبسينوجين؟ اللي هو التريبسينوجين لما ماشي اللي هو مين؟ التريبسينوجين جين اللي في الاخر دي اللي هي ايه؟ زايموجين يعني، صح ولا ايه؟ تمام. عايزين نكتبه الى مين؟ الى تريبسين. طيب نعمل ايه بقى؟ طبعا الكلام ده بيحصل ايه؟ التريبسينوجين ده بيفرز وينزل في الانتستين، صح؟ فلا مش ليش سيلر فالمعده الانتستين تطلع انزيم تاني علشان تعمل ايه؟ تشيل البيبتايد بوند دي. تشيل مين؟ البيبتايد بوند اللي انتوا عارفينها طبعا دي اللي عامله ماسكينج لمين؟ للاكتف سايت. بص بقى فتطلع انزيم اسمه ايه؟ مش انا قلت انتستين؟ هتطلع انزيم تكسر بيه البيبتايد بوند؟ انتستين اللي هي انتيرو، صح؟ انتيرو بيبتايديز. انتيرو ايه؟ بيبتايديز. ماشي ناخد انا ايه؟ سؤالين كمان كده ناخد ريست في النص وننزل نصلي. انتيرو بيبتايديز. تمام كده؟ انتيرو بيبتايديز ده يعني التريبسينوجين ولا مين؟ لا تريبسين. طيب في واحد تاني اسمه بيبسينوجين، عارفينه؟ بيبسينوجين ده بيطلع بقى ده بينزل في المعدة، فمين اللي يجي؟ ال HCl، ده مش انزيم بقى كده؟ ده مادة تانية أزر يعني. ماشي؟ مادة تانية، يعني ال HCl ممكن يكتب البيبسينوجين إلى بيبسين. بص بقى التريبسين اللي متأكتف والبيبسين اللي متأكتف كل واحد يروح يأكتف إيه؟ اخواته اللي لسه ما تكتبوش، يعني بيبسين يروح يكتب بيبسينوجين، فنسميها ايه؟ اوتو اكتيفيشن. السؤال اللي بعد كده حاجه اسمها ميكانيزم اوف اكشن اوف انزايم، ميكانيزم اوف اكشن اوف ايه؟ اوف انزايم.
ميكانيزم اوف اكشن. الميكانيزم اوف اكشن هقولها لك بسرعه كده واقول لك اللي بيجي فيه. بيجي فيها سؤالين يعني، هي اصلا عباره عن حتتين كده، وممكن كمان الحتتين ينقسموا الى ثلاث حتت يعني، اعتبرها عشان نشوف بس كل الايه الاوجه اللي ممكن يجي بها السؤال. اول حاجه يجي يقول لك انرجي اوف اكتيفيشن، بعد كده يجي يقول لك اكتيف سايت، ويجي يقول لك ايه ثيوريز اوف اكتيف سايت، مع ان هو نفس السؤال هنا يعني، لما تيجي تكتب ده تكتب معاها دي، او تيجي تكتب ده تكتب معاها دي، يعني الاثنين دول سؤال واحد بس بصورتين مختلفتين. يعني ايه انرجي اوف اكتيفيشن؟ انا احكي لك بقى ازاي الانزيمات بتشتغل وبعدين ايه نحل السؤالين دول. الانزيمات بتشتغل ازاي؟ بص، لو انا عندي معادله كده مثلا، ماده اكس مثلا موجوده مع ماده واي وموجودين فعلا مع بعض في وسط، فعلا اللي هيحصل ان هم هيتفاعلوا مع بعض، طبعا لو هم هيتفاعلوا مع بعض اصلا هيتفاعلوا مع بعض ويطلعوا لي الماده دي اللي هي يعني تفاعلات وايه ونواه. طيب امال احنا محتاجين الماده اللي هي هنا دي ليه؟ اللي هو الانزيم ليه اصلا؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الماده دي علشان توصل للحاله دي، الحاله دي اسمها انيشال ستيت، اسمها انيشال ستيت، يعني الماده دي خامله كده موجوده فعلا في خمول، والماده دي كده خلاص اللي هي النواتج اسمها فاينل ستيت. فاينل ايه؟ ستيت. بيقول لك الانيشال ستيت عادي خالص ممكن تتحول الى الفاينل ستيت بمنتهى السهوله، بس لازم تحولها الى حاله في الوسط كده اللي اسمها اكتيفيشن ستيت. اسمها ايه؟ اكتيفيشن او اكتيف ستيت. اكتيف ستيت يعني من الاخر، لو انت مثلا عايز تنزل الشلال اللي هو في السندباد ده بتعمل ايه؟ مش انت بتكون واقف على الارض؟ ينفع وانت على الارض تتزحلق؟ ولا لازم تنزل الشغل الاول، او لازم تبقى في حاله الاكتف الاول ان انت تطلع على السلم وبعدين تتزحلق؟ يعني بديهي طبعا، صح ولا لا؟ تمام. فيقول لك ايه؟ دي كده توصل من الانيشال ستيت الى حاجه اسمها اكتف ستيت، اللي هو يبقى الاكس كده اكتف والواي ايه؟ اكتف. قول لك بس هات لي بقى الاكس والواي دول كده لو هم متكتفين، على طول هينزلوا الى الفاينل ستيت، هيبقوا فاينل ستيت على طول. يعني المشكله عندي بقى في مين؟ هل المشكله في الحاله دي؟ ولا المشكله ان انا اوصلهم للحاله دي؟ ان انت ازاي توصلهم للحاله اللي اسمها ايه؟ اكتف ستيت. حد فاهم حاجه؟ فاهمين ولا ايه؟ يا رجال فاهمين؟ ماشي. يبقى من الانيشال الى اكتف ستيت. طيب يقول لك بقى احنا هنا بذلنا شغل او في طاقه هنا لازماني من يعني، انت وانت واقف فوق كده وعايز تتزحلق، هل بتبذل شغل ولا بتقعد على السجاده وشت على طول؟ مش على طول، صح ولا لا؟ الله ينور عليك كده يعني. ماشي. فدي اسمها فري انرجي. فري انرجي ما بعملش حاجه، صح؟ امال ايه بقى الانرجي محتاجها فين؟ المهم هو بيقول لك علشان من غير انزيمات بقى، قال لك علشان الماده دي يعني، انت بالظبط تخيل كده، انت هتروح من غير انزيم او من غير ما انت تبذل شغل وتطلع على السلم، انت تروح تقف تحت السلم كده وتستنى ايه؟ تقف كده او تقعد كمان تستنى بقى ان انت ايه تطلع لفوق. هتطلع لفوق ان شاء الله في وقت مقدار قد ايه؟ الله اعلم بقى، صح؟ فبقول لك هو ده اللي بيحصل فعلا بالظبط، يعني المواد دي لو موجوده كده كده هتتحول الى متفاعلات، بس الله اعلم امتى، ممكن يكون مثلا في تريليون سنه، مليون سنه، 1000 سنه، يعني 100، على حسب بقى ايه العوامل والحاجات اللي ممكن تعمل كده. فاهمين حاجه؟ يعني كده كده الرياكشن هيحصل، يعني الانزيم ما بيعملش حاجه في الرياكشن، الانزيم بيعمل ايه بس؟ زي واحد كده يجي يشيلك كده يحطك فوق بالظبط. فاهمين قصدي ايه؟ يعني وينش كده يشيلك ويحطك فين؟ على الشلال من فوق، يعني هو اللي بيحول الماده او بيقلل الطاقه اللي محتاجاها الماده علشان تتحول من انيشال ستيت الى اكتيفيشن ايه او اكتيف ستيت، اللي اسمها انرجي اوف اكتيفيشن. مش دي اسمها انرجي اوف اكتيفيشن؟ هو ده اللي هو راس السؤال بقى، اللي هو انرجي اوف ايه؟ اكتيفيشن. يعني ايه بقى الانرجي اوف اكتيفيشن؟ وايه دور الانزيم في الشغل ده؟ الانرجي اوف اكتيفيشن دي كميه الطاقه اللي محتاجاها مول من الماده علشان تتحول من انيشال ستيت الى اكتيف ستيت. كلام بديهي ومنطقي، صح؟ كميه الايه؟ الطاقه، الاماونت اوف انرجي اللي مين محتاجها؟ اللي محتاجها مول من الماده، مع اي ماده تقولها لازم تقول ايه؟ تمييز حواليها كده، تمييز حجم يعني.
يبقى مول من الماده علشان يتحول من انيشال ستيت الى اكتيف ستيت. فاهمينها؟ طيب ايه دور الانزيم اللي هو بيعمل ريديوسنج للانرجي اوف اكتيفيشن؟ بيقلل مين؟ الانرجي اوف اكتيفيشن، بيخليها قليله خالص. يعني بدل ما الماده بقى تفضل منتظره لفتره سنين طويله، لا ده بيخليها بس ايه كده يعني يمسك معاهم، فيخلي الانرجي اوف اكتيفيشن قليله جدا، ويكون راح متحوله من الانيشال الى الاكتيف، وساعتها هينزل بالفري انرجي الى مين؟ الى البرودكت. فاهمين كده؟ سهله؟ في حد مش فاهم يعني ايه انرجي اوف اكتيفيشن؟ تمام، ده كده الانرجي اوف اكتيفيشن، ما فيهاش حاجه ثانيه. طيب كده ده السؤال اللي هنا رقم واحد. السؤال الثاني يعني ايه اكتيف سايت؟ اكتيف سايت، فاكرين الرسمه اللي انا رسمتها في الزيموجين؟ تمام، هي دي نفس الايه؟ الكلام بالظبط. طبعا في رسمه بيانيه كده اللي هو ايه؟ الحاله كده في ال الانيشال اهي، والماده مثلا دي عامله كده، دي كده البرودكت، وهنا دي الاكتيفيشن، دي الاكتيف ستيت ودي الانيشال ستيت. ماشي؟ فده كده ايه؟ يعني الطاقة كبيرة جدا، يعني انت محتاج وقت طويل عشان توصل للبتاعة دي. يقول لك بالانزيم بقى الكيرف ده يبقى عامل ازاي؟ يبقى عامل كده. ده بالانزيم. والانزيم دوره عمل ايه بقى؟ قلل الانرجي اكتيفيشن عشان يعني لو بيتوقف اي موسيقى ولا حاجة. سهلة؟ زي ما اي رسم بياني او اي مخطط كده تعمل منه كده على طول، بتخافوا كده على طول. عادي ماشي. الاكتف سايت بقى اللي هو عامل ازاي؟ عامل كده، هو ده الاكتف سايت. فيقول لي عليه نظريتين، انت لما تيجي تتكلم على اكتف سايت او حاجه اسمها كاتاليتيك سايت لازم تتكلم على النظريه دي. اول حاجه في الاكتف سايت بيقول لي في تمبرري كومباينيشن ما بين السبستريت والانزيم. الكلام ده بيحصل عن طريق حاجه اسمها ايه؟ اكتف سايت. يعني فبيقول لي يعني الكلام طبعا الكلام كافي كده، بيقول لي لازم الاول يحصل ان السبستريت يمسك مع الانزيم علشان يعملوا حاجه اسمها انزيم سبستريت كومبلكس. بعد كده الانزيم سبستريت كومبلكس ده يتفك الى انزيم اجين، يعني الانزيم يرجع زي ما هو تاني، والسبستريت ده تتحول الى ايه؟ برودكت. بس بيقول لي الكلام ده بيحصل عن طريق حاجه اسمها اكتف سايت. ويوم راح داخل على طول في الثيوريز اوف اكتف سايت، نظريتين، والنظريتين اسمائهم حلوه كده. تقول لك نظريه الايه؟ المفتاح والاف، كي اند لوك، كي اند لوك ثيوري، ونظريه الايه؟ القبضه المفتعله، انديوسد فيت ثيوري، بسميها كده انديوسد فيت ثيوري، نظريه القبضه الايه؟ المفتعله، انديوسد فيت. يعني ايه كي اند لوك؟ يقول لك ان شكل الاكتف سايت متطابق مع شكل مين؟ السبستريت. يعني لو ده الشكل عامل كده يبقى الشكل بتاع السبستريت ايه؟ عامل كده. الاثنين كومبلمنتري لبعض، كومبلمنتري يعني ايه؟ متكاملين. بس هنا الوضع ان هم هنا برضه في الانديوز ديفيت برضه متكاملين، بس الفرق في ايه؟ الفرق ان هنا التكامل بيحصل ايه؟ لو الاثنين بره بعض، يعني مثلا انت تجيبك المفتاح بتاع الليفت ده، هل المفتاح بيتغير شكله؟ ولا القفل بيتغير شكله؟ ده اللي اسمها نظريه القفل والمفتاح، ان هم كومبلمنتري حتى لو مفصولين. انما الانديوز ديفيت عامله ازاي؟ بيقول لك الانزيم مثلا بيبقى عامل كده، شكله عامل كده. ولو هي دي الماده بتاعته، لو دي الماده بتاعته كده، يعني لو هي دي الماده بتاعت طبعا على حسب السبيسيفيستي والكلام اللي فات ده كله، فيقوم رايح عامل عليها كده، يبقى دي انديوز ديفيت ولا مش انديوز ديفيت؟ اهي مفتعله اهي، وقابضه ولا مش قابضه؟ خبر. فيقول لك دي الانديوز ديفيت ايه؟ يبقى في الاثنين، الاثنين متكاملتين لو كومبلمنتري، بس هنا بيحصل كومبلمنتري لو الاثنين مش ماسكين مع بعض، هنا لازم يكون ايه؟ بعد الكومبلمنتري، هنا بيحصل بعد الانزيم سبستريت كومبلكس لما بيحصل. كلاسز اوف ايه؟ انزيم. اول كلاس عندي حاجه كده اسمها اوكسيدو ريدكتيز. انزيم كلاسيفيكيشن او كلاسز اوف انزيم او انزيم رياكشن او رياكشن سبيسيفيستي، يعني اللي هو اخر نوع من مين؟
اخر نوع من مين؟ من السبيسبيست اللي هو النوع السادس من اللي هو السبيسبيست. طيب كلاسيفيكيشن بقى رقم واحد، ودول طبعا كانوا بيتحفظوا بالارقام عشان النيمنج، بس احنا طبعا مش هناخد النيمنج والكلام الفاضي ده. حاجه اسمها اوكسيدو ريدكتيز. ليه سموهم اوكسيدو ريدكتيز؟ علشان الانزيمات دي هي اللي طبعا الكلاس يعني ايه؟ يعني مكان يعني كاتيجوري. يعني احنا لكل الاطباء، يعني احنا كل كاتيجوري واحد اطباء، صح ولا ايه؟ انما كل واحد فينا له اسم وكل واحد فينا له فرقه كده يعني، بس احنا كل تحت كاتيجوري واحد. بيقول لك الكاتيجوري او الكلاس رقم واحد اسمه اوكسيدو ريدكتيز، بيجمع كل الانزيمات اللي بتدخل في اي تفاعل من تفاعلات الاكسده والاختزال. اي تفاعل ايه؟ اكسده والاختزال. طيب ليه سموهم برضو اوكسيدو ريدكتيز مع بعض كده؟ عشان بص لو في ماده كده مثلا عليها اتشات، طب معلش هنروح كده نفتح كوز كده ونعرف يعني ايه اوكسيديشن. تعرف انتوا عارفينهم ولا لا؟ اوكسيديشن فيرسس ريدكشن. يعني ايه اوكسيديشن؟ بص اضيف ايه؟ اوكسيد، هوانزع هيدروجين، هوانزع الكترون، صح كده؟ طيب هنا العكس، عكس كل واحده، يعني مش لازم بقى ابدا يعني اشيل اوكسجين يضيف هيدروجين يضيف ايه؟ الكترون. ماشي، الماده دي كده ريديوسد ولا اوكسيدايزد؟ دي واللي عليها اتشات ريديوسد، عليها اتشات يبقى ريديوسد، صح ولا ايه؟ تمام. والماده دي اللي مش عليها اتشات اوكسيدايزد، فانا مثلا هشيل الاتشتين دول احطهم هنا كده، يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت ايه فين؟ عملت ايه في المادتين؟ عملت الماده دي اوكسيديشن، وغصب عني يعني مثلا انا عايز اعمل ريدكشن للماده دي، فعملت الماده دي ريدكشن، بس غصب عني عملت الماده دي اوكسيديشن، فسموهم اكسيدو اوكسيدو ريدكتيز او ريدوكس. ريدوكس يعني ريدكشن، اوكسيديشن ايه؟ رياكشن. فانت هتلاقي هنا اي انزيم، طبعا الديفينيشن اللي هو الانزيمز اللي بتعمل كاتاليسيس للاوكسيديشن ريدكشن رياكشن. بعد كده مثال اي حاجه بقى، ريدكتيز، انزيم اسمه ريدكتيز مثلا، انزيم مثلا اسمه دي هيدروجينيز، واحد بينزع هيدروجين مش كده بيعمل اكسده، يبقى اسمه دي هيدروجينيز. انزيم تاني اسمه اوكسيديز. عايز مثال؟ حط مثلا مثال حاجه اسمها لاكتيت دي هيدروجينيز. لاكتيت ايه؟ دي هيدروجينيز. اول انزيم اللي احنا جبنا اسمه قبل كده اللي هو اسمه ايزوسيتريت دي هيدروجينيز، اللي كان في حاجه اسمها دول سبيسيفيست، صح؟ تمام، قلل على نفسك الامثله يعني. ماشي، بعد كده الكلاس رقم 2 حاجه اسمها ترانز فريز. انزيم اسمه ايه؟ او كلاس اسمه ايه؟ ترانز فريز. ترانز فريز ده الديفينيشن بتاعه اللي هو الانزيمز اللي بتعمل او اللي بتعمل كاتاليزس او كاتاليسيس للترانزفير، على اسمه يعني، اوف كربون او اس اللي هو سلفيت او نيتروجين مثلا الى سبستريت علشان تكون ماده جديده. تعمل حاجه؟ يبقى انا الانزيم اللي اسمه ترانز فريز بعمل ايه؟ بنقل مجموعه كربون، مجموعه سلفيت، مجموعه نيتروجين من ماده الى ماده ثانيه علشان اكون ماده ايه؟ جديده. طيب مثال مثلا حاجه اسمها سيرين هيدروكسي ميثايل ترانز فريز. يعني بيقول لك السيرين في مادة كده اسمها هيدروكسي ميثايل، في مجموعة اسمها هيدروكسي ميثايل، الكربون رقم الجامعة الأخيرة دي كان فيها إيه؟ هيدروكسايل جروب، صح؟ فاكرين السيرين؟ السيرين اللي كان بعد الجلايسين على طول. ماشي، السيرين ده كان الكربون رقم ألفا بيتا جامعة كان فيها هيدروكسايل، أو البيتا فيها هيدروكسايل. فهو راح شايل الاثنين دول كده، شايل الاثنين دول هيدروكسي ميثايل، هيدروكسي ميثايل. لما اشيل دي كده مش اكني بالظبط طلعت الجلاسين اللي كان هنا؟ فهو الانزيم بيعمل كده، بيقول لك ايه؟ هيدروكسي ميثايل ترانز فريز، هيدروكسي ميثايل ايه؟ ترانز فريز. ده مثال، ممكن تلاقي مثال تاني عادي مش مشكله. يبقى المثال ده اللي اسمه هيدروكسي ميثايل ترانز فريز ده اسم انزيم تحت الكلاس اللي اسمه ايه؟ ترانز فريز. ماشي كده؟ طيب التو كلاسز اللي جايين دول الاثنين لهم علاقه بالتكسير، يبقى كده رقم واحد اوكسيدو ريدكتيز، رقم اثنين ترانز فريز. ناخد الاثنين اللي جايين بقى مع بعض.
ثلاثة اسمه هيدروليز. رقم أربعة اسمه لايز. هيدروليز يعني ايه؟ يعني انزيم بيكسر. ولايز يعني ايه؟ يعني انزيم برضو بيكسر. طيب هيدروليز بيكسر ازاي؟ هيكسر بإضافة مية. كسر بإضافة ايه؟ مية. انما اللايز هيكسر بإضافة ان هو يشيل مجموعة من الايه؟ من المركب نفسه. يعني يكسر كربونتين مثلا. انزيم مثلا اسمه دي كربوكسيليز. عمل ايه؟ دي يعني ريموف كربوكسيليز. امرها شايل مجموعة كربوكسايد مثلا. فاهمين ازاي؟ تمام. يبقى اللايز يكسر بدون اضافة مية. الهيدروليز يكسر بإضافة ايه؟ مية. سهلين؟ ماشي. اليوريز الهيدروليز مثلا زي انزيم اسمه يوريز. زي انزيم مثلا اسمه لاكتيز. مش الجلايكوزيديك بوند كنت بكونها بريموف الرفوضة؟ يبقى اكسرها ازاي؟ بأديشن رفوض بس اهو كده. يبقى اسمه ايه؟ لاكتوز او لاكتيز. اللاكتيز بيكسر لاكتيز. ماشي. يبقى كده الكلاس رقم 3 و 4. الكلاس بقى رقم 5 و 6 حاجة اسمها ايزوميريز ولايجيز. ايزوميريز. واحد تاني اسمه ايه؟ لايجيز. ده 5 وده تاني و 6. الايزوميريز ده بيعمل ايه؟ بيحول اي مادة الى الايزومر التاني بتاعها. يعني مثلا عندك الجلوكوز بحوله مثلا الى فروكتوز بانزيم اسمه ايزومريز بس اسمه هيكسو ايزومريز عشان احنا في الهيكسوزس. عايز احول جليسرالدهايد الى داي هيدروكسي استون. فاكرينهم دول؟ جليسرالدهايد وداي هيدروكسي استون. ده الالدو ترايوز وده الايه؟ الكيتو ترايوز. لو عايز احولهم دهن ده برضه بجيب انزيم اسمه تراي ايزومريز. بص بقى، في نوع من الايزومر تاني يقول لك مثلا ايه؟ حاجه اسمها جلوكوز 6 فوسفيت. يعني ايه جلوكوز 6 فوسفيت؟ يعني جلوكوز وفي رقم 6 في مجموعة ايه؟ فوسفيت. لو عايزين مثلا نحوله الى حاجة اسمها جلوكوز 1 فوسفيت. جلوكوز 1 فوسفيت يعني الفوسفيتات اصبحت في رقم كام؟ 1. فانا عندي انزيم كده بينقل الحاجة في نفس المركب من مكان الى مكان تاني بس في نفس الايه؟ ومصدرها نفس المركب، يعني ما بجيبهاش من بره. لو بجيبها من بره كان يبقى اسمها ترانزفريز. فاكرين؟ يعني لو هجيب ماده من بره كده احطها على ماده يبقى دي اسمها ترانسفريز، نقلت او ماده، صح ولا لا؟ انما ده في نفس المركب، هي كانت في رقم 6 زي الاسانسير، طلعتها رقم ايه؟ 1. يبقى ده اسمه ميوتيز. اسمه ايه؟ ميوتيز. هو اسمه ميوتيز بس هو تحت كلاس ايه؟ مش الجلوكوز 6 فوسفيت هو الايزومر، الايزومر بتاع الجلوكوز 1 فوسفيت؟ هل في اختلاف في الصيغه الجزيئيه ما بينهم؟ لا، الاختلاف بس في الصيغه الايه؟ البنائية او التركيبية، صح ولا لا؟ فيعتبر ده ايزومر لده. يبقى اسم الانزيم ميوتيز بس الكلاس بتاعه مين؟ ايزومريز، عشان الميوتيز ده بيجي يعني في ام سي كيو كده. ماشي. اللايجيز ده انزيم بيعمل ايه؟ انزيم بيجيب مادة يحط عليها ايه؟ حاجة، يحط عليها حاجة تانية كده يلزقهم مع بعض يعني ويكون مادة جديدة. واللايجيز شبه الترانزفريز شوية، بس الترانزفريز كان ممكن يعني اجيب ماده احطها على ماده او اشيل ماده من ماده، يعني مجموعه من ماده. فاهمين ازاي؟ يعني يا اما انقل حاجه كربونيه مثلا من حاجه الى حاجه، يعني ممكن اشيلها من ماده اصلا واحطها على ماده ثانيه. انما اللايجيز لا، بجيب حاجه فيه كده والزقها مع ايه؟ مع مركب يعني. يعني مثلا ازاي؟ عندك مثلا دي اسمها ايه؟ سي او 2. دي حاجة لوحدها كده مش هنقلها من مادة، صح؟ فاهمين قصدي ايه؟ دي مش هنقلها، دي حاجة فري اهي، كربون يعني، كربون دايوكسيد. أحطها مثلا على حاجة اسمها بايروفيت. عمينا ألفا كيتو أسيد كده اسمه بايروفيت. السي أو 2 دي لما بتتحط على أي مركب بتخلي لي سي أو أو. والمركب هنا بيكون فيه اتش، فيبقى في الآخر حاجة اسمها سي أو أو اتش، يعني كربوكسيل جروب، صح ولا لا؟ يبقى انا كده بعمل حاجه اسمها كربوكسيل جروب وبزود المركب ده ايه؟ كربونايه. مش المركب ده كان 3 كربون. لو حطيت عليه سي او 2 هيبقى كام كربون؟ 4. وهيزيد عليه كمان حاجه اسمها ايه؟ سي او او اتش، صح؟ فاهمين كده قصدي ايه؟ تمام. فانا عندي مثلا انزيم بيلزق ماده مع ماده ايه؟ بيلزق معاها مركب او مجموعه ويطلع لي ايه؟ ماده ثانيه. الماده اللي هتطلع من هنا اسمها اوكزالو اسيتيت. بزاله ايه؟ اسيتيت.
جايه من ايه؟ جايه من كاربوكسيليشن اوف بايروفيل. فاهمين يعني ايه كلمه كاربوكسيليشن؟ يعني عملت كاربوكسيل جروب وجبتها من مين؟ من السي او 2. فاسم الانزيم ايه؟ كاربوكسيليز. ده نفس الانزيم اللي اتكلمنا عنه من شويه، كاربوكسيليز اللي محتاج بايوتين ولازم الاثنين يمسكوا مع بعض. فاكرين الكلام ده؟ خليكم فاكرين الكلام ده عشان ايه؟ هناخده في الفيتامين ان شاء الله. بقينا فاكتور افكتنج انزيم اكتيفيتي هم سته برضه، واضح كده ان الانزيمز ماشي ايه؟ ستات. هناخدهم برضه اثنين اثنين، واضح برضه ان احنا كل حاجه كنا بناخدها اثنين اثنين صح؟ ماشي، هناخدهم كده اثنين. اول حاجه ممكن تاثر في الانزيم اكتيفيتي هي الكونسنتريشن، الكونسنتريشن بتاع مين؟ بتاع الانزيم نفسه. يبقى الكونسنتريشن اوف انزيم نفسه، يعني عايزين نشوف طبعا علاقه ما بينهم. طبعا يعني المواضيع بتاعت الفاكتور افكتنج دي من ايام الفيزياء كنا لما نيجي نشوف عامل لازم نكتب وراه في الاخر ايه؟ مع ثبوت ضغط العوامل، صح؟ فاكرين الكلام ده؟ ماشي. طب احنا عايزين نشوف الفاكتور افكتنج اوف انزيم نفسه، يعني الانزيم كونسنتريشن بتاع انزيم على الانزيم اكتيفيتي، لازم نثبت بقى ايه؟ العوامل. فيقول لك ايه بقى؟ نعمل كده ازاي؟ بص يا عم، او نعرف العلاقه ما بينهم ازاي؟ علاقه ما بين مين ومين؟ ما بين الاكتيفيتي والكونسنتريشن اوف انزايم. فيقول لك مثلا نحط سبستريت في حله كده، نجيب ايه؟ حله ونحط فيها ايه؟ سبستريت. مثلا نحط 100 سبستريت، ماشي؟ وشوف الريت هيكون عامل ازاي؟ الريت اوف كيميكال رياكشن. الريت ده اللي هو ايه؟ معدل التفاعل، صح؟ طبعا ده كلام كتير كده، فانا هقول لك منه اللي احنا عايزينه، يعني هقول الكلام اللي احنا عايزينه اللي هيجي في الام سي كيو الكلام ده. يعني ايه ريت؟ يعني معدل تفاعل، يعني ايه كلمه معدل؟ تغير اي حاجه بالنسبه للزمن، صح ولا ايه؟ مالها قلبت على فيزياء كده؟ قلبت على فيزياء؟ معدل يعني تغير اي حاجه بالنسبه لمين؟ للزمن. فيقول لك معدل التفاعل، يعني انا مثلا عندي سبستريت هيتحول الى برودكت، صح؟ لو عندي سبستريت هيتحولوا الى ايه؟ برودكت. فممكن اعرف الريت اوف كيميكال رياكشن كالاتي، يا اما كم من السبستريت قل في الدقيقه، او كم، او يعني يا دي هتختار دي او دي، او كم من البرودكت زاد في الدقيقه، صح ولا ايه؟ مش ده كده معنى كلمه ريت اوف كيميكال رياكشن؟ تمام. يبقى احنا كده خدنا حاجه اسمها ريت. طبعا الريت ده في حاجه اسمها انيشال فيلوسيتي، هنتكلم عنها بقى في الحاجه الثانيه دي بالتفصيل بحاجاتها اللي في النص. طيب تعالى بقى نشوف، احنا دلوقتي عايزين علاقه ما بين الكونسنتريشن اوف انزايم والريت اوف كيميكال رياكشن، صح ولا لا؟ طيب ادي عندك 100 سبستريت في الحله، قمت رايح حط عليهم مثلا انزايم، مش هنبدا يشتغل؟ الانزايم ده هيبدا يمسك ايه؟ ماده ويبدا يشتغل، صح ولا لا؟ يخلصت على ماده ويسيبها، يخلصت على ماده، يعني هيبدا يحصل فيه ريت، صح ولا لا؟ يعني هيبدا يحصل فيه ريت كده. طيب حطينا 10 انزايم، يعني زودنا اهو، الريت ايه؟ يزيد، شغال وزايد، صح ولا لا؟ طب 50 شغال وزايد. طيب 100 شغال وايه؟ وزايد. طب حطينا 1000 انزايم على 100 سبستريت، شغال برضه، شغال. يعني بص، يعني ايه؟ احنا ما وقفناش، ما احنا هنا بص، يعني الحاجات هنا هناخدها تقريبيه عشان ما اتعمقش في الفيزياء، يعني في حاجات كده فيزيائيه مالناش دعوه بيها خالص، احنا عايزين الحاجات التقريبيه اللي هنحل بيها. يعني انا قصدي ايه؟ مش هنقف، يعني فضلنا شغالين، صح؟ ما عليك ان احنا خلصنا على كل السبستريت، بس هل احنا في حاجه وقفتنا؟ لا، يبقى احنا شغالين. حط 1000 سبستريت كده انت شغال. تبقى العلاقه هنا طرديه ولا مش طرديه؟ طرديه. هل في حاجه وقفتك؟ عطلتك في النص؟ يبقى نكمل بقى، العلاقه طرديه ولا مش طرديه؟ طرديه. ما لا نهايه ولا ويز ليميت؟ ما لا نهايه، طرديه لا ما لا نهايه. بالمناسبه الكيرف ده كده لو ستريت لاين ده كده بيرمز الى ان العلاقه طرديه الى ما لا نهايه. الكيرف ده كده اللي هو كده عكسيه الى ما لا نهايه، يعني كل ما تزود حاجه الحاجه الثانيه تنقص الى ما لا نهايه، مفيش حاجه توقفك. الكيرف اللي عامل كده ده اسمه هايبربوليك. اسمه ايه؟ هايبربوليك. يعني ايه هايبربوليك؟ يعني العلاقه طرديه ويز الليمت. يعني هيبقى بلاتو اهو، صح؟ الحته دي كده اسمها بلاتو، يعني عندي الحته دي كده
كان طردي وبعدين سيبتي يبقى اسمها هايبربوليك. يعني لما تشوف كيرف هايبربوليك يبقى العلاقه طرديه ايه؟ ويزن ليمت. لما الكيرف يبقى عامل كده عكسيه ويزن ليمت، صح ولا ايه؟ تمام. لما ايه تاني؟ لما تلاقي كيرف عامل كده يبقى مفيش اصلا ايه كيرف، ده كده اسمه بلاتو، صح؟ في ايه تاني؟ سيجمويدال، اللي هو السيجمويدال، صح؟ بس دي كده اشكال الكيرفات كلها. طيب يبقى احنا كده اول حاجه ده كده يعني بس عشان تعرف. يبقى اول حاجه شفناها الكونسنتريشن اوف انزايم هنقول عليها ايه؟ دايركتلي بروبورشنال ايه؟ وذ نو ليميت، مفيش اي ليميت خالص، صح ولا لا؟ تمام. تعال بقى نشوف الكونسنتريشن، كونسنتريشن اوف سبستريت. هنا بقى معلش هنروح نفس الحاله دي طبعا عشان شويه السبستريت اللي فيها هنجيبها نظيفه يعني. ونشوف طبعا نسبب باقي العوامل، نسبب باقي العوامل كلها. فنحط هنا مثلا 100 انزيم، صح ولا لا؟ يبقى احنا حاطين هنا ايه؟ انزيمات. مثلا 100 انزيم. واصبح هنا العلاقه ما بين ايه؟ هنا الريت، الريت نفسه، وهنا حاجه اسمها الكونسنتريشن اوف صاب ستريت، صح ولا لا؟ كونسنتريشن اوف ايه؟ اوف صاب ستريت. ونشوف بقى. طيب الكونسنتريشن اوف صاب ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ صاب ستريت. انتوا ازاي ساكتين على الموضوع ده؟ سامعينه طيب؟ سامعين كلمه؟ اهم حاجه تكونوا سامعينها. طيب الكونسنتريشن اوف صاب ستريت عايز ايه حضرتك؟ بص حط لي كده صاب ستريتايه، صاب ستريتايه اهو. الرياكشن هيمشي ولا لا؟ هيمشي. حط 50 هيمشي ولا لا؟ هيمشي. 60 70 80 90 ماشي. 100 ماشي، هو يعني ماشي شويه. حط بقى كده 1000 في ساب ستريت. بص هو هنا برضو العمليه ايه يعني عامله شويه، هو الرياكشن ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي بس هو ماشي بس مش ماشي. يعني ازاي؟ هو عامل بالظبط زي ايه؟ مش احنا كده او بص نقطه الوقوف دي، نقطه الوقوف سببها ايه؟ ان انا لما جيت لما كان 100 على 100 كان قشطه، يعني كل انزايم ماسك سبستريتاي وقاعد يشتغل عليه، صح؟ طب لو حاطين 1000 سبستريت على 100 انزايم يبقى في 100 انزايم بس وماسكين قدامهم كام واحد؟ 100 سبستريت بس. وفي كام سبستريت مستنيه؟ 900، صح ولا لا؟ يعني الكلام على فكره بالتقريب خالص، يعني الكلام مش حقيقي او معناه الفيزيائي مش يعني مش دقيق، بس معناه ايه؟ معنى هيوضح يعني. ال 900 اللي مستنيين دول مستنيين ايه؟ مش مستنيين كل انزايم يخلص من سبستريتاي علشان تدخل مكانه على طول، صح ولا لا؟ يبقى هو الريت ماشي بس واقف، صح ولا لا؟ عامل بالظبط زي ايه؟ لو حضرتك عارف انت البرميل اللي هو مركبين فيه حنفيه، وافتح الحنفيه دي على نقطه وانت من فوق بتحط ايه؟ نقطه، يعني النقطه بتنزل من فوق وبتنزل من تحت، يعني تملاها بنقطة وتنزل بنقطة، كمية المية اللي موجودة جوه أكنها ما اتغيرتش، صح؟ يبقى أكنك ما بتعملش أي حاجة، صح؟ أكنك واقف، يعني ما حدش يجي يقول لك إيه أصلاً؟ أنت بتغير المية، مع إنها بتغير المية بس الكمية اللي جوه إيه؟ ثابتة، أكنها واقفة بالظبط، صح؟ يبقى أكن الموضوع إيه؟ وقف، صح ولا إيه؟ يبقى الريت كان شغال وفجأة وقف، صح؟ طيب بنسمي الحتة اللي وقف فيها دي اللي هي البوينت اوف ساتوريشن. ساتوريشن اوف مين؟ الانزيم. احنا خلاص شبعنا كل الانزيم اللي موجوده، صح ولا لا؟ بنسميها الاسم الثاني اللي هو في ماكس، اللي هي السرعه الايه؟ القصوى، لا اقصى حاجه قدرت اوصلها في الريت، صح ولا لا؟ بعد كده ايه الريت فضل ثابت، يعني نقطه الماء اللي بتنزل هي نقطه الماء اللي بتنزل، صح ولا لا؟ فاهمين الكلام بالتقريب كده؟ تمام. طيب فيسالك مثلا ايه سبب البلاتو؟ ايه سبب البوينت اوف ايه سبب الفي ماكس؟ بيقول له دي ساتوريشن اوف انزايم. طبعا ده مشهوره جدا في الام سي كيو، يعني هي الام سي كيو نفسها زهقت من كتر ما هي بتيجي في الامتحان، يقول لك ما خلاص لا يعني فاهم كده ماشي. طيب طبعا كنا بنسمي دي اللي هي الفي نوت او السرعه الابتدائيه، يعني السرعه الابتدائيه اللي هي ايه؟ اول الريت. اول الريت يعني ايه؟ يعني التغير اللي بيحصل في الزمن، يعني كمية البرودكت اللي بتطلع بالنسبة للزمن، دي اسمها الفي نوت، ماشي؟ سهل الكلمتين دول؟ يبقى العلاقة هنا دايركتلي بروبورشنال ولا مش دايركتلي بروبورشنال؟ دايركتلي بس وزن ايه؟ فقال لك بقى ايه الموضوع ده ما يعديش بسهل كده؟ يعني بص في انزيمات، انزيمات
على حسب بقى حاجه ثانيه كده اسمها افينيتي، يعني انزيم بيحب ماده قوي. بقول لك ايه يعني الكونسنتريشن مثلا، حط لي بس شويه كونسنتريشن صغيرين كده وانا اوصل لك للفيماكس دي بسرعه، يعني اوصل للسرعه القصوى بسرعه يعني في الوقت يعني. وفي انزيمات ثانيه يقول لك ايه يعني لو هشتغل على نفس الماده بطيء شويه كده، يعني ما بيحبش الماده فياخد وقته، او لازم تضغط عليه بسبستريت اكتر، تفضل تحط سبستريت 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 عشان يبدا الانزيم ايه يشتغل ويوصل للفيماكس. فاهم حاجه؟ يعني في انزيمات بطيئه وانزيمات ايه سريعه، يعني الاكتيفيتي بتاعه الانزيمات ممكن تكون مختلفه حتى الانزيمات شغاله على نفس الايه الماده. فطبعا العلماء ما فاضيين بقى، ايام زمان ما كانش فيه امتحانات فيسيولوجي ووراها امتحانات، فاحنا فاضيين يعني بقى ايه ما كانش حاجات مكتشفه، فقال لك يلا. يعني على فكره الفرق ما بينكم وما بينهم ان هم اكتشفوا حاجات قبلكم، يعني هم لو ما كانوش اكتشفوها ما كناش برضه هنكتشفها يعني. يا ست البعير ماشي. فقعد يقول لك ايه طب ماشي احنا بقى نستغل الحكايه دي علشان نقارن ما بين الانزيمات، يعني ما بين الاكتيفيتي بتاعه الانزيمات. فقال لك ايه ماشي احنا نسيبها على اسمها كده الطبيعي. قال لك لا لازم نعقد الايه الطلبه، فنحط لهم شويه معادلات كده معقده، يعني طلبه الطب نحط لهم معادلات فيزيائيه ماشي. فطلع اثنين كده، واحد اسمه ميكل وواحد اسمه مينتل. ميكل وايه؟ مينتل. عملوا شويه معادلات، هجيب لك الخلاصه بتاعتهم عشان طبعا الكلام اللي ايه الكتير ده. فقال لك ايه؟ بص لو ده مثلا الانزيم رقم واحد، انا هديكم امثله حقيقيه ماشي؟ امثله حقيقيه وابتدي في الايه؟ في الامتحان. هنروح مشوار صغير كده لسنه ثانيه ونرجع ثاني، يعني مش فزلكه، هو موجود في الكتاب، يعني المثال موجود في الكتاب بس المثال ده في سنه ثانيه اصلا. ماشي؟ طيب. ده اورجن لطيف كده اسمه ليفر. يعني اللي شاكك، انا طبعا عارف ان الرسم رهيب يعني، اللي شاكك يقرا الايه؟ الاسم. ودي كده تشو. واللي في النص ده بلاد. في النص ايه؟ بلاد. فيقول لك انت حضرتك بتاكل جلوكوز ويمتص وبيوصل لمين في الاخر؟ للبلاد. فيقول لك ان في انزيم بيجيب الجلوكوز، يعني البلاد في مين كده؟ جلوكوز اهو. في انزيم موجود في التيشو ده بياخد الجلوكوز جوه علشان يبدا عمليه الحرق بتاعه، اسمه هيكسوكاينيز. اسمه ايه؟ هيكسوكاينيز. ده بياخدها كده يفسرها ويمصمرها، يعني يجيب لك الجلوكوز يحولها الى جلوكوز 6 فوسفيت عشان ما تطلعش تاني. يقول لك انا هاخد الجلوكوز افسره ومصمره احطه هنا كده. ماشي؟ ماشي ولا ايه؟ ماشي. طبعا هو بيعمل ايه؟ بيبدا عمليه حرق الجلوكوز، فاهمين؟ طيب في انزيم تاني اخوه بقى بس متخصص شويه، ده اسمه ايه؟ هيكسو. هيكسو ده موجود في الهول تيشو، يعني في كل التيشو، انما الليفر دايما تلاقي فيه انزيمات متخصصه كده. انزيم اسمه جلوكو كاينيز. جلوكو يعني شغال على مين بس؟ على الجلوكوز بس، لان في جلاكتو في فروكتو كاينيز حاجات تانيه متخصصه. هقول لك بقى بتاع الليفر ده فايدته ايه حضرتك؟ فايدته ان هو بيخزن الجلوكوز الزياده في البلاد. بيخزن الجلوكوز الايه؟ الزياده في البلاد. اسمه جلوكوكاينيز، ده فايدته تخزين بالعربي عشان ما ندخلش بقى في حاجات كتيره، وده فايدته حل. منطقيا كده قبل ما اشرح لاي حاجه عشان بس تربطوا معايا على طول. انت مثلا صايمين من الصبح ولسه واكلين دلوقتي. مبدئيا انت عايز او يعني ربنا عامل لك انه يشتغل اسرع وانشط. انت دلوقتي عايز تحرق ولا انت اصلا عايز تخزن وانت لسه واكل دلوقتي وصايم طول النهار؟ الجلوكوز اللي انت عايز اللي انت لسه واكله ده عايز تعمل فيه ايه؟ احرقه واخد طاقه، صح ولا لا؟ يعني الاولى دلوقتي ان انا احرق واخد طاقه عن ان انا اصلا اخزن، صح ولا لا؟ يعني تاخد جلوكوز كده وتعمل كرش ولا تبني جلايكوجين وانت لسه جعان اصلا محتاج طاقه؟ لا، يبقى منطقيا الخطوه رقم واحد ايه؟ تحرق. حتى لو الليفل بتاع الجلوكوز في البلد ايه؟ قليل. طيب منطقي برضه ان انت ما تعملش تخزين الا لما الليفل بتاع الجلوكوز في البلد ايه؟ يزيد جدا. انت بقى قاعد نازل على صينيه بسبوسه وقاعد مثلا ايه؟ تاكل 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 تاكل، خليت الليفل هنا زياده فخلاص بقى عايز تروح تخزن، صح؟ تمام. يلا بقى نشرح كده بس تقريبا انتوا هتفهموا بقى على طول. فجم العالمين دول عملوا لك حاجه كده اسمها كونستانت. كونستانت بيقيس ايه؟
بيقيس العلاقة بين الكونسنتريشن اوف سبستانس ونص البي ماكس. ليه نص البي ماكس؟ على فكرة والله الكلام ده حقيقي، يعني حقيقي من بتوع الفيزياء. يعني ليه ما خلاش العلاقة بين الكونسنتريشن والفي ماكس نفسها؟ قالك عشان بس الرقم ما يكبرش، يعني خليه نصها علشان ايه؟ نشوف الرقم بس، مفيش أي حاجة تانية خالص. فاهمين ازاي؟ يعني بدل ما اشوف العلاقة بين الكونسنتريشن اوف سبستانس والفي ماكس اللي ممكن تبقى كبيرة، قالك لا خليها في نصها بس. ماشي؟ ماشي يا عم. يبقى هو نص الايه؟ الفي ماكس. يبقى الاثنين دول عايزين نشوف العلاقة بين الكونسنتريشن اوف سبستانس ومين؟ ونص الفي ماكس. وسموها في الاخر حاجة اسمها ميكل كونستانت. ميكل ايه؟ كونستانت. ميكل كونستانت اللي هي كده اهو. اللي هو كي ام. ميكل اسم شخص وكونستانت اللي هو كونستانت ثابت بس بالايه؟ بالالماني. بالالماني بيكتبوا كونستانت كده. ماشي؟ بكده يعني. مش بكده. خلاص؟ يبقى ده كده اسمه ميكل كونستانت. ميكل كونستانت ده بقى اللي هو ايه؟ بيقول لك ان ده عبارة عن كمية المادة، كمية المادة اللي توصلني لمين؟ لنص الفي ماكس. حد فاهم حاجة؟ يبقى الكي ام عبارة عن ايه؟ كونسنتريشن اوف سبستريت اللي يوصل الانزيم ده لنص الفي ماكس. فايدتها ايه يا عم؟ فايدتها ان انا لما اقيس الاكتيفيتي بتاعت انزيمين، يعني مثلا انزيم رقم واحد وانزيم رقم اتنين، بقول لك الانزيم رقم واحد ده الكي ام بتاعته كبيرة، معناها ايه؟ معناها ان محتاج كونسنتريشن اوف سبستريت كتير جدا علشان يوصل لنص الفي ماكس. يبقى الانزيم ده بريد ولا نشيط؟ بريد. ده محتاج ان انت تضغط عليه بكميه سبستريت كتيره جدا علشان يوصل لمين؟ لنص الفي ماكس. تاني ناخدها بقى على الحاجه الثانيه. بيقول لك الكي ام بتاعه الانزيم رقم 2 ده قليله جدا. يعني ايه الكي ام بتاعه الانزيم رقم 2 قليله؟ يعني الانزيم رقم 2 ده محتاج كونسنتريشن صغير جدا يوصل لك على طول لنص الفي ماكس. يعني يمسك مع الماده على طول يتفاعل ويوصل لنص الفي ماكس. يبقى الانزيم رقم 2 ده نشيط ولا بريد؟ نشيط. نشيط، يعني محتاج كميه صغيره ويوصل لنص الفي ماكس. العلاقه معكوسه، يعني كل ما الكي ام بيكون كبير كل ما الانزيم يكون ايه؟ اقل في النشاط. كل ما الكي ام بتكون صغيره كل ما الانزيم بيكون ايه؟ اعلى في النشاط، صح؟ بص بقى المفروض، يعني المفروض مين يكون الكي ام بتاعته قليله، يعني انشط. الكي ام بتاعته ايه؟ قليله يعني ايه؟ يعني انشط. فاهمينها؟ في حد لسه مش فاهمها؟ عادي مش فاهمها عادي اقولها تاني. فاهمينها؟ ما تخلونيش اقول فاهمها بالدور يعني عشان فاهمينها ولا ايه؟ ما تعملوش كده. الله ينور عليك. انا مستنيك بقى، يعني لازم اضغط عليكم يا جدعان عشان واحد يتفاعل. بص انت عايز دلوقتي مين في دول يكون انشط؟ تاكل شويه جلوكوز فتحرق على طول، يعني شويه جلوكوز ده هو كونسنتريشن اوف سبستريت، يعني صح؟ الجلوكوز ده هو سبستريت. انت جالت شويه جلوكوز تركيزهم بسيط، انت محتاج تشغل مين فيك انت شخصيا؟ عايز تحرق ولا تخزن؟ احرق. يبقى محتاج مين يكون انشط؟ الهيكسوكاينيز ولا الجلوكوكاينيز؟ يعني الهيكسوكاينيز ده لو كي ام ولا هاي كي ام؟ لو كي ام، يعني هو شاف شويه جلوكوز صغيرين واشتغل عليهم وطلع النص الايه؟ الفي ماكس. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب الجلوكوكاينيز ده هاي كي ام، يعني ما يشتغلش الا لما ايه؟ الا لما يبقى فيه كونسنتريشن اوف سبستريت كتيره جدا. يعني حضرتك تفضل تاكل 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 تاكل، يكون انت اشتغل وخلص شغل وانت لسه بتاكل تاكل تاكل، تفضل تزود في الكونسنتريشن اوف مين؟ اوف سبستريت اللي هي مين؟ الجلوكوز، يعني علشان تخلي الجلوكوكاينيز يوصل لايه؟ لنص الفي ماكس، يعني عشان يبدا يشتغل ويخزن، صح؟ يبقى كده هاي كي ام ولا مش هاي كي ام؟ هاي كي ام، يعني انت رابط الكي ام بالكونسنتريشن اوف سبستريت. كي ام يساوي كونسنتريشن اوف سبستريت اللي توصلك لنص الفي ماكس. سهل الكلام ده؟ سهل والله؟ تمام. هقول تاني؟ انت هتربطها في دماغك كده. كي ام يعني كونسنتريشن اوف سبستريت. يعني لو كي ام كبيره يبقى يعني ايه كي ام كبيره؟ يعني انا بحط سبستريت كتير قوي
يعني بضغط على الانزيم اصلا علشان يبدا يشتغل ويوصل لنص الفي ماكس، صح ولا لا؟ يبقى الانزيم ده بديل، ده محتاج كي ام كبيره علشان ايه؟ اشغله، صح؟ خلصت؟ ماشي، في حد متلخبط فيها؟ طبعا خلي بالك بقى علشان الايه؟ بيعتبروا يعني ان ده وتطبيقاتها اللي هنشوفها ان شاء الله يعني في الانهبيتورز، في درس كده اسمه انهبيتورز. الكي ام والفي ماكس وتطبيقاتهم في الانهبيتورز بيعتبروهم اصعب المشكلات في الانزيم. بس هيبقوا سهلين ان شاء الله. كل الكلام ده اللي موجود تحت حاجه اسمها كونسنتريشن اوف مين؟ اوف سبستريت. المهم وصلنا في الاخر ان العلاقه طرديه ويز الليمت، صح؟ ماشي. طبعا ده مثال موجود في الكتاب، انت كده فاهمه؟ خلاص مش عايزين حاجه تاني يا جماعه؟ خلاص كده؟ كده ايه خدنا الاثنين مع بعض. بعد كده بقى يقول لك ايه؟ حاجتين سهلين جدا. الايفكت بتاع مين؟ يعني دول كده سهلين مع بعض اهو. وثلاثه واربعه. ده الايفكت اوف بي اتش والايفكت اوف تمبريتشر. تقول لك البي اتش ايه؟ يعني ايه البي اتش ده وبيأثر ازاي؟ بيقول لي ان معظم الانزيمز اللي شغاله في جسمي شغاله في المودريت بي اتش بتاعه، ولكن في شويه انزيمز شغالين في حاجه اسمها اوبتيمم بي اتش. حاجه اسمها ايه؟ اوبتيمم بي اتش. يعني ايه كلمه اوبتيمم؟ يعني مثاليه، البي اتش المثاليه، يعني الوسط، يعني ان انت تشتغل في اقصى طاقتك. يعني انا قاعد في البيت والحاج عامل لك معرفش ايه ومعرفش ايه، طبعا الوسط المثالي للايه؟ للاعلى، صح؟ هو نفس الكلام بالظبط، اوبتيمم بي اتش. اديني مثال. يقول لك مثلا يعني حاجه اسمها سليفري الفا اميليز. سليفري ايه؟ الكلام موضح نفسه. سليفري يعني ايه؟ يعني سليفري. الفا اميليز يعني ايه؟ يعني الفا اميليز بس، يبقى سليفري الفا اميليز. ده بيشتغل في اوبتيمم بي اتش، اوبتيمم بي اتش 6 و7 من 10. 6 وايه؟ 7. 6 و7 ده اسيتيك ولا الكلاين؟ اسيد. ما هو البي اتش لما يبقى حمض لما يوصل للحضيض، يعني طول ما انت ماشي لتحت كده يبقى حمض، صح؟ الحمض في الحضيض ماشي، اللي هو ايه 6 و7 كده انت سلايتلي اسيدك، اللي هو اصلا الصلايبه سلايتلي اسيدك عشان البكتيريا والكلام ده كله ماشي. يبقى السليب الالفا اميليز يشتغل في بي اتش كام؟ 6 و7 من 10. ده الاوبتيمم بي اتش بتاعنا، طول ما هو في الصلايبه هنا يشتغل، صح؟ ابلع بقى. انت بلعت كده نزلته فين؟ في الاستومك. والاستومك البي اتش بتاعها في الادلت لو احنا كام؟ 2 1 كده، صح ولا لا؟ طيب يعني ينزل في الاستومك 2، هل ده يشتغل؟ ما يشتغلش. ليه ما يشتغلش؟ ان هو راح بي اتش مش البي اتش بتاعه، صح ولا لا؟ تمام، يبقى ما يشتغل. زي البنكرياتيك لايبيز، البنكرياتيك لايبيز بيشتغل في وسط 7 و6 من 10. 7 و6 ايه؟ 10. طبعا لو موجود في الاستومك برضه مش هيشتغل، لو نزل تحت كمان شويه مش هيشتغل، صح ولا لا؟ تمام، فاهمين كده؟ يبقى حاجه اسمها الايه؟ البي اتش المودريت. اغلب الانزيمز شغالين في المودريت بي اتش بتاعي، ولكن في شويه انزيمز عندهم حاجه اسمها اوبتيمم بي اتش. تمام. طيب تعالى بقى على التمبريتشر. اغلب الانزيمز برضو يعني موست اوف انزيمز شغالين في ايه؟ كام اكتف مين؟ في حاجه اسمها المودريت اللي هي المتوسطه، يعني مودريت تمبرشن 37 اللي هي اقل او ازود نص. ماشي. يجي يقول لك كده دي خلاص، ده اول نقطه يعني. ثاني نقطه يقول لك ايه؟ عند الزيرو تمبرشر انت كده عملت في ايه؟ جمدته، يعني انت كده عملت قللت الاكتيفيتي خالص، صح؟ يبقى عند الزيرو تمبرشر مفيش اي اكتيفيتي، ينفع في انزيم شغال دلوقتي؟ مفيش. ويقول لك ان بالرايزنج اوف الريزنج اوف تمبريتشر بيزيد الاكتيفيتي. بيزيد مين؟ الاكتيفيتي، لغايه لما نوصل لكام؟ اللي هي 37. فبعد ال 30 بقى 40 و50 و60، انت كده حضرتك بتعمل ايه؟ انت بتغلي الانزيم اصلا، صح ولا لا؟ تمام. يبقى انت كده فوق بقى ال 55 او 60 انت هتعمل حاجه اسمها دي ناتيوريشن اوف بروتين اصلا، لو انتوا فاكرين الدرس بتاع البروتين. الديناتوريشن اللي هو بالتمبريتشر لما زاد عن 60 عن 50 وانت ماشي، صح؟ وبما ان الانزيم بروتين فنفس الحاجه هيحصل له ايه؟ ديناتوريشن. سهل الكلام ده؟
كمان مثلا الكمينات بدات تفصله ولا لسه شويه؟ بس يعني الكلام لسه سهل صح؟ يعني الكلمتين دول سهلين شويه. يعني ايه تبريتش وتبريتش الكلام ده؟ خلاص فاهمين الاثنين دول طيب؟ تمام. الاثنين اللي جايين بقى في واحده تافهه جدا حاجه كده اسمها ايه؟ يعني خمسه وسته، الاثنين دول مع بعض. خمسه دي انزايم اكتيفيتور وانزايم انهيبيتورز. انزايم اكتيفيتور وانزايم ايه؟ انهيبيتورز. الاكتيفيتور مين الاكتيفيتور؟ دي سبستريت بتعمل اكتيفيشن للانزايم صح؟ كوبي وبيست من شويه الحاجات اللي احنا قلناهم ان هم بيعملوا ايه في الزايموجين. فاكرين الزايموجين؟ نفس الكلام، يعني هي حاجات بتعمل اكتيفيشن للانزايم. يعني زي مين؟ زي انزايم زي مثلا اللي هو الانترو بيكسر الكريبسينوجين اللي يكتبوا الكريبسين صح؟ في حاجه اسمها رود اكتيفيشن صح؟ في حاجه ثانيه اسمها اذر يعني اتش سي ال مثلا بيكتب الكريبسينوجين والباين بتكتب الايه؟ اللي ايه؟ بنكرياتيك لايبيز. ماشي يا جدعان كده؟ ماشي. اخر حاجه بقى اسمها مين؟ انزايم انهيبيتورز. انزايم انهيبيتورز ده هنبتدي اطلعها معايا درس جديد. ماشي؟ طيب الكلام ده سهل؟ طبعا السؤال ده يعني ايه جاي فيه بنسبه 100% ان شاء الله. السؤال ده بيجي برضه بصوره ثانيه يقول لك انيوميريت فاكتور افكتنج الانزايم اكتيفيتي اند ديسكاس وان اوف ذيم. يقول لك نعمل لهم انيوميريشن وامسك واحد يتكلم عنه ايه؟ كتير يعني. طبعا يعني ما تروحش تتكلم عن انهيبيتور، لان انهيبيتور دي ثلاث صفحات. هات البي اتش، حاولوا كده ايه بس تصمدوا يعني. يعني يا رب يوم سهل ممكن نخلص الانزيمز ولا حاجه كده، عشان عايزين نجيبها في فيديو واحد. ماشي؟ فالانزيمز كده تصمد بدل ما يبقى تاني يوم هيقولوا عليك ايه بتاع السنين اللي جايه. يعني مثلا لما السنين اللي جايه مثلا يجي راجعوا انزيم في محاضره السنه اللي فاتت دي ازاي ما يبقاش في محاضره، هيبقى فاهمين؟ هتكون انتوا برضه في سنه ثانيه ومن سنه اولى، هتلاقي مثلا واحد من سنه اولى بص ابص ضد الدفعه اللي ايه؟ اللي رجعت الانظام على محاضرتين. يعني مثلا ممكن تكبر مثلا عيالك تدخلوا الحضانه، فعيال برضه الثاني اللي هو في سنه اولى ده هيدخل الحضانه، ومش انت ابوك اللي كان في الدفعه اللي رجعت الانظام على محاضرتين؟ هينفع؟ فتصمدوا بقى شويه ماشي؟ لا خيالنا واسع طبعا، واسع جدا ماشي. حاجه بقى اسمها ايه؟ انزايم انهيبيتورز. ماشي يا عم. يعني ايه انزيم انهيبيتورز؟ يعني السبستريت اللي بتعمل انهيبيشن للانزيم. طيب عندي منهم كام نوع؟ والله حاجه سهله جدا والله. بقول لك هي شرحه نفسها اصلا. بص يا عم انا اسالك سؤال، عايز تعمل انهيبيشن للانزيم ده ويرجع يشتغل تاني؟ ولا ما يرجعش يشتغل تاني؟ يعني ريفيرزبل يعني ممكن يشتغل تاني ولا اري؟ فيزبل ما رجعش يشتغل تاني. لا يا عم عايز اعمل له ريفيرز. طب بص يا عم عايز تعمل ريفيرز تحط الانهيبيتور ده يخليه ينافس السبستريت على اكتف سايت ولا يروح يمسك في سايت تاني؟ فاحنا هنشوف. ماشي؟ فعايزه ينافس على اكتف سايت فينافس يعني ايه؟ كومبيتيتيف. او ما ينافسش اللي هي نون كوم بنت اللي هي بين قوسين الوستيريك. بين قوسين ايه؟ الوستيريك. ماشي. تعالى بقى نشوف. الانهبيتورز يعني مواد بتقلل شغل الايه؟ الانزيمات. ريفيزبل يعني يرجع يشتغل تاني. يعني الانهبيتور يمسك بنان كوفيلنت بوند مع الانزيم. يمسك بايه؟ نان كوفيلنت يعني رابطه غير تساهميه اللي هي مش شيرنج اوف الكترون. طب امال ده؟ لا يمسك رابطه تساهميه يعني كوفيلنت بوند يعني لا شيرنج اوف الكترون لا شد انواع الروابط اللي ما بتتكسرش دي. فاكرينها؟ وفاكرين قوة فان دار فان الفيزيكال؟ ماشي اه ايه الحاجات دي ماشي؟ طيب ده طبعا ما بيحصلوش التريشن في الاكتف سايد ما بتبوظوش، انما هنا طبعا هتعمل لي ايه؟ ده مش عايز اقول لك يعني كان فوق صح ولا الريفرسبل من الاخر من الاخر انا هنقول فيهم الكلمتين دول ان هو دي الانهبيتور بيمسك بكوفيلنت بوم وبيعمل التريشن للاكتف سايت والتريشن للاستراكشر بتاع الانزيم وتقوم راح كاتب الامثله انهي بقى عشان كده يبقى خلصنا الجزء ده
اي حاجه فاكرها حضرتك من الحاجات اللي بتعمل ديناتوريشن اوف بروتين حطها صح ولا ايه؟ يعني مثلا التمبريتش هاي تمبريتش اللي هو الاكستريمز او الاكستريمتي اوف بي اتش يعني اكستريمتي يعني الاطراف يعني الحمض قوي او الايه؟ او الالكلاين قوي صح ولا لا؟ تمام يبقى البي اتش على ايه؟ اللي هو الساوند وال تمام اي حاجه فاكرها حضرتك من هنا حطها زي مثلا الحاجات اللي كانت بتشيل الايونات والكاتاليتيك ايون زي الايديتر اللي هو بتاع الانتي كواجولانت ده اللي موجود في البلاد صح؟ وهكذا اي حاجه تمسك في الانزيم ما تسيبوش يبقى دي حطها في مين؟ في الاير ريفرسبل زي التوكسين اللي هم السي السي او اللي هو الكربون مونوكسيد الهيدروجين سلفايد الصوديوم ازايد السيانايد كل دي سموم بتروح تمسك في الريسبيراتوري انزيم وتقوم رايح ايه ما تسيبش منها خالص ماشي فتبوظهم بقى لو السيانيد عارفين سم السيانيد السيانايد بويزن والكربون مونوكسيد كل الحاجات دي اي حاجه فيها ايد في الاخر كده ماشي يبقى دول الحاجات اللي بيعملوا مين الريفيرز وبصراحه الريفيرز دي ما بتجيش قوي يعني في الامتحان تعال بقى الدو المقارنه بين الريفيرز والريفيرز والكلام اللي احنا قلناه دول ما بيمسكوش بيمسكوا بنون كوفيلنت وايه ما بيمسكوش في الاكل ما بيبوظوهوش يعني طيب الكومبيتيتيف بقى والنون كومبيتيتيف امتى البتاع ده يروح يعمل كومبيتيشن على الاكتيف سايت ادي كده ده الانزيم وده الاكتيف سايت وادي مين السبستريت صح وادي كده الحاجة الجديدة اللي اسمها انهبيتور مثلا اهو عشان يكون مختلف عن السبستريت الانهبيتور لازم يكون سيميلر ان ستراكشر مع مين مع السبستريت صح ولا لا ويقدر يمسك مع الاكتيف سايت برضه بتاع الانهبيتور صح ولا لا تمام هل ده طيب ده كده علشان نقارن ما بين ادي الانزيم وادي الايه السبستريت وادي حاجه اسمها انهبيتور وهيمسك في سايت تاني هنا كده كلمة قالوا أصدر باللاتين ستيريك يعني ايه؟ سايت الانهيبيتور هيمسك في سايت تاني مش الاكتف سايت هل لازم يكون في سيميلر في الاستراكشر ما بين ده وده؟ لا طبعا مش لازم صح ولا لا؟ تمام بص معلومة بس هنا الستيريك معناها أصدر سايت يعني أي مادة تمسك في أصدر سايت وفي انزايم المادة اللي هي الستيريك دي ممكن تبقى حاجة من اتنين عشان بس ما نلخبطش هنا وفي حاجه جايه كمان شويه مش الالوستيريك ده اللي هو الانهيبيتور ده او اي حاجه هتمسك في السايت ده هتاثر فيه سواء بالايجاب او سواء بالسلب يعني تعمل له اكتيفيشن يعني تعمل له انهيبيشن فاسمها افكتور صح ولا لا؟ يعني لو عملت افكتور بالايه؟ بالايجاب يبقى اسمها بوزيتيف ايه؟ افكتور لو عملت افكت بالسلب يبقى اسمها نيجاتيف افكتور اللي هي في حالتنا هيبقى اسمها ايه؟ انهيبيتور يعني فاهمين كده؟ عشان بس لما تاخد الالوستيريك ان في منه حاجه بتعمل استيميليشن ما تقولش او ضغط مش الالوستيريك لا احنا هنا بناخد النص الثاني من حاجه اسمها الالوستيريك اللي هو النيجاتيف ايه؟ افكتور اللي هو اسمه الالوستيريك انهبيتور فاهمين حاجه كده؟ ولا اشتغل؟ ماشي اشتغل طيب يبقى ده كده الانهبيتور بيعمل في سيميلاريتي في الاستراكشر ماشي؟ هنا بقى ايه؟ يعني هنا سيميلار انستراكشر هنا الكونسنتريشن يفرق يعني الكتره تغلب مين الشجاعه يعني مثلا ده السبستريت ده الانزيم بتاع الانهيبيتور يروح يجيب اخواته لا الانهيبيتور بقى هو اللي يغلب صح السبستريت يقول لك لا يا عم ده يروح بقى يجيب السبستريت اخواته ويجي بقى الانهيبيتور واخواته لو هم عددهم اكتر يبقى مين اللي يغلب السبستريت يعني مثلا فكر كده فكر كانك عالم يعني زمان وبتعمل الدواء يعني ماشي فكر كده اعتبر نفسك ايه عالم فارما وقاعد تبص فتيجي تقول ايه الله الانزيم ده بيمسك في الماده دي وبعدين بيطلع برودكت كده البرودكت ده اصبح مضر للجسم ففكر ان احنا نوقف مين شغل الانزيم صح نوقف شغل الانزيم نعمل له ايه انهيبيشن فانت بتعمل انهيبيشن بماده اسمها كومبيتيتيف انهيبيتور فانت حطيت بقى عايز تعمل انهيبيشن فتحط الكونسنتريشن اللي هو جرعه الدواء صح ولا ايه فتحط الكونسنتريشن بكميه بكونسنتريشن يعني اللي هو الانهيبيتور ده بكونسنتريشن كفايه ان هو يروح يقول للسبستريت وسع وانا اللي هشتغل صح ولا لا؟ تمام طب عشان برضو تكون ايه يعني عالم شاطر كده فانت برضو بتفكر افرض انت بقى ايه
او افرض المريض ايده فرطه شويه فقال لك يعني ما هو بيفكر يعني بذكاء، انت عارف طبعا المريض المصري لازم يحط التاتش بتاعه، فهو حط التاتش بتاعه قال لك انا خفت بسرعه فاخد حبايتين، يعني كل ما ياخد اكتر كل ما ايه يخف اصلا، فاخد حبايتين ثلاثه من الانهيبيتور ده، فهو زود كده الانهيبيتور صح؟ فوقف ان الفعل الطبيعي ان برضه احنا عايزين نكسر شويه يحصل، فبقى الايه الانهيبيتور شغال على طول صح ولا ايه؟ طيب افرض انت بقى عايز تشيل الشغل بتاع الانهيبيتور وانت عالم بقى يعني من ساعتها يعني، فهتعمل مين؟ بمنتهى البساطه هتحط ايه؟ تديله السبستريت اللي هي اصلا كانت حقيقيه على طول صح ولا لا؟ يبقى الكونسنتريشن هنا بيفرق في مين؟ في الكومبتيتيف انهيبيتور. هنا الكونسنتريشن ما بيفرقش. يعني انت لو حطيت انهيبيتور، بص بقى الانهيبيتور ده ايه صايع شويه. يقول لك ايه بص الانزيم والسبستريت كده، يقول له بص انت يعني هو يبص للسبستريت يقول له بص لو انت ماسك انا برضه هعمل انهيبيتور، لو انت مش ماسك انا برضه هعمل انهيبيتور، مش هيفرق معايا ماسك او ايه او مش ماسك، هات اخواتك هات اصحابك هات كل السبستريت اللي انت عارفهم برضه ايه مش سايب غير لما ايه لما انا اللي عاوز اسيبه، فاهم؟ عشان هو ماسك فين؟ في سايد تاني. فلما حضرتك بقى نفس العالم اللي فات انت برضه نفس الشخص اللي فات، فالديت دوا بيشتغل بالطريقه مثلا اللي هي الايه؟ النان كومبيتيتيف، فالمريض برضه نفس المريض اللي هو الناصح ده عارفه؟ اللي هو المصريين ده كلهم يعني، فقام راح واخد ايه شويه؟ فعمل ايه؟ عمل اكشن زياده هنا صح؟ فانت عايز توقف الاكشن ده، ما تبقاش بقى عالم لا مؤاخذه وتدي له مين؟ ما انت لو اديت له سبستريت لو مليته سبستريت في الصبح هو ده مش هيسيب غير ايه؟ بمزاجه صح ولا لا؟ تمام، يبقى هنا الموضوع نان كومبيتيتيف. طب نعمل ايه بقى؟ والله لو انت ده كان مثلا بيعمل فازو دايلاتيشن تدي حاجه ثانيه تشتغل في مكان ثاني تعمل فازو كونستريكشن. ما تشتغلش على نفس المكان لان نفس المكان خلاص. صح ولا ايه؟ فاهمين الموضوع كده؟ تمام، فالموضوع ده على فكره هيتعاد شرحه ثاني في الفرق بالظبط يعني نفس الكلام كده بالظبط. خلاص؟ الادويه اللي بتشتغل كده والادويه اللي بتشتغل كده. يبقى انتوا كده فاهمين الحمد لله. فاهمين بقى الشغل؟ لازم السبستريت يكون سيميلر للانهيبيتور، الكونسنتريشن بتاع الانهيبيتور لو زاد هو اللي اشتغل او الكونسنتريشن بتاع الايه؟ السبستريت زاد هو اللي اشتغل. في فاكتور اخير ياثر في الكلام ده اللي اسمها افينيتي. اسمها ايه؟ افينيتي. افرض مثلا في خمسه سبستريت وخمسه انهيبيتور. انهم بقى يشتغلوا؟ والله لو الانزيم افينيتي بقى هي اللي تفرق يعني، لو الانزيم ده بيحب السبستريت هيشتغل. افرض هو حب الانهيبيتور الانهيبيتور يشتغل عادي، الافينيتي بقى هي اللي تفرق يعني. فاهمين؟ طبعا كل الامثله اللي انا بقولها يعني ايه؟ يعني هي تخريبيه مش هي دي يعني ماشي ولا عشان بس الكلام ده كده. اديني بقى اكزامبل اديك بقى ايه مثال كده واضح جدا ماشي؟ عندك حاجه اسمها وارفرين، اعتقد انتوا لسه طالعين من البلاد يعني لسه واحد يا جماعه من الناس اللي عايشين الوارفرين ما ينفعش والله ما ينفعش انا يعني حاسس بالحرج اشعر بالحرج ماشي هقولها بقى عشان انتوا تعبانين بس يعني انا هقولها لسبب واحد بس ان انتوا مرهقين من الامتحان ماشي بعد اذنكم يعني بعد اذنكم في حاجه كده يا جماعه معلش يعني اسمها وارفرين وحاجه اسمها دايكيومارو الاثنين دول انتي كواجولانت انتي ايه؟ انتي كواجولانت طيب دول بيشتغلوا ازاي؟ الله ينور عليكم كده بالظبط بيشتغلوا على حاجة او انت بتطلع من الامتحان انت شفت دي طيب كان في حاجة كده اسمها فيتامين كي ديبندنت كواجوليتنج فاكتور اللي هم 1972 لا ناخدهم في الفيتامين كي ان شاء الله في الفيتامين الفيتامين كي بيعمل ايه؟ بيأكتف نظام كده اسمه ايبوكسايد ريدكتيز، اسمه ايبوكسايد ريدكتيز. فالايبوكسايد ريدكتيز ده بيساعد في الكربوكسيليشن بتوع دول عشان الكالسيوم يمسك فيهم فيتأكتفوا فيعملوا كوأجيوليشن. ماشي؟ بدي انا بقى حاجات اسمها ايه؟ كوأجيوليتنج انتي كوأجيولان، اسمهم انتي كوأجيولان. بيروحوا يوقفوا مين؟ يعملوا كومبيتيتيف انهيبيتور. مع الفيتامين على الانزيم يعني مع الفيتامين كي يعني يقول له الفيتامين كي وسع انت واحنا اللي هنمسك في مين؟ في الانزيم اللي كان بياكتف دول يبقى دول ايه؟ مش هيتاكتفوا يبقى الكواجوليشن هيحصل
لا مش هيحصل صح ولا لا؟ طيب ده دواء. فاكرين بقى الانتيدوت يعني الجرعه المضاده لواحد خد وارفرين كتير او دايكومارول كتير يعمل ايه؟ ياخد فيتامين كي، حقنه فيتامين كي خلص الموضوع. مش هو خد الكومبتيتيف انهيبيتور كتير فزح السبستريت، انا اعمل ايه يعني بمنتهى البساطه؟ اديله ايه؟ فيتامين كي بس. سهله؟ فاهمين بقى كانوا بيفكروا ازاي؟ كانوا اذكياء والله. والله كانوا اذكياء. بس لو صبر بس لغايه لما احنا نيجي يلا. حد مش فاهم اي حاجه؟ انت مش فاهم اي حاجه؟ مين ليه مش فاهمين ليه؟ عشان شغال. طب بص يعني ايه؟ والله هتلاقي الكلام بتاعنا لو جبت الرقم هتلاقي ان عقلك كان معانا يعني. كان مش فارق عادي يعني الوارفرين دايكومارول ده او ده واحد منهم شغال كده انهبيتور وده الفيتامين كي ساب بس يعني لما كترنا بده قال السبستريت ده وانا اللي هشتغل فعمل ايه؟ بوظ دول فما عادش بيحصل كوأجيليشن عشان كده سميناهم انتي كوأجيليشن تمام كده؟ مثال كمان بقى فبيقول لك ايه يعني شكله كده بالشكل يعني حلو جدا عشان تفهم الكومبتيتيف انهيبيتور والسيميلاريتي في الاستراكشر عندي انزيم اسمه وده شكله يعني انزيم اسمه صد سينيت دي هيدروجينيز يعني الانزيم بيعمل ايه دي هيدروجينيشن دي يعني نزع هيدروجين من مين من السبسينيت يعني المفروض ان هو بيشتغل على الماده الرئيسيه بتاعته اللي اسمها ايه يعني السبستريت بتاعته اسمها سبسينيت الساكسينيت ده دايكربوكسيليك اسيد يعني ايه كلمه دايكربوكسيليك دايكربوكسيليك يعني ايه اثنين كربوكسيليك جروب الله ينور عليك مكون من اربعه كربون فهو ده الاكتيف جروب بتاعه الايه الساكسينيت دي كده الساكسينيت والساكسينيت ده هيدروجينيز ده الاكتيف سايت اب بيشتغل بيعرف الاثنين كربوكسيليك بتوع الساكسينيت يشتغل عليه بس يبقى ده كده السبستريت فيجي له بقى ماده غلسه كده ماده غلسه خالص اسمها مالونيت اسمها ايه؟ مالونيت المالونيت دي عامله ازاي؟ دايكربوكسيليك بس مكونه من ثلاثه كربون فهمتوا بقى السيميلار في الاستراكشر في بينهم اهو سيميلاريتي في الاستراكشر ده كده اسمها ايه؟ مالونيت اهي مش هي عندها نفس الجروبس اللي كانت بتاعت الساكسينيت فعشان كده راحت وسعت الساكسينيت وقالت لها انا اللي ايه؟ انا اللي همسك في الانزيم فاهمين حاجه يبقى ده كده في الكومبيتيتيف في حاجه اسمها ايه سيميلاريتي في الاستراكشر ماشي سهل الكلام ده كده المثال رقم 2 هو بص انت عشان تكتب انت يعني لو انت هتكتب في الامتحان انت راح مثلا كاتب مثال واحد بس اللي هو بتاع الورفر الفيتامين كي طب افرض بقى هو جاب لك في الام سي كيو ان المالونيت والساكسينيت دول نوع الانهبيتور فيهم ايه؟ اختار رقم واحد كومبتيتيف، رقم اثنين نون كومبتيتيف، رقم ثلاثه الريفيرسبل. فانت لازم على الاقل يعني تعرفهم او بص لهم كده عارف انت بتاخد في الام سي كيو؟ يعني بص لهم كده التركيز عشان لما تروح تبص في الام سي كيو ايوه انا شفت دي جنب دي مره. كان رايح مختارهم جنب بعض يعني. فاهم؟ كده وتحفظ مثال واحد بس لو انت المثال اللي هو الاخير بتاع الالبيورينول بصوا يا جماعه لما بناكل اللحمه دي فيها دي ان ايه صح؟ اللحمه دي اللي هي مصل وسيل يعني وفيها دي ان ايه فالدي ان ايه فيهم بيورين وفيهم بيرميدين صح؟ البيورين ليه؟ البيورين كله كمان بمنتهى الاختصار اهو البيورين بيديني حاجة اسمها في الآخر خالص كده حاجة اسمها زنسين، حاجة اسمها إيه؟ زنسين. الزنسين ده الإنزيم اسمه زنسين أوكسيديز يديني يوريك أسيد، يديني مين؟ يوريك أسيد. يوريك أسيد ينزل في الكبد ونتخلص منه. طب افرض واحد ملك يعني أصل هو بيسموه ده الملوك يعني. فواحد بقى إيه قاعد ياكل لحمة كتير، فقاعد ياكل مين؟ بيورين كتير، فيطلع مين؟ زنسين كتير فيشتغل الزنسين اوكسيديز على الزنسين الكتير ويطلع مين؟
يوريك اسيد كتير. عارف حد عنده كده؟ يوريك النقرس بالظبط اللي هو ايه ديزيز اللي اسمه جاوت صح؟ لو واحد بقى عنده كرونيك جاوت يعني كل ما ياكل لحمه يحصل له الكلام ده، كل ما ياكل لحمه يحصل له ايه؟ الكلام ده. يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ فكر كانك يعني طبيب عالم. هنعمل ايه؟ هنقوم رايحين جايين بمنتهى البساطه نقول يا عم عادي مش الزنسين بيطلع؟ يقوم رايح الزنسين اوكسيديز يشتغل ويطلع عليك اسيد. نقوم رايحين جايبين دواء يشتغل على مين؟ على الزنسين اوكسيديز صح؟ نقوم رايح على الزنسين اوكسيديز يخلي مين ما ينزلش ما يشتغلش؟ الزنسين. الزنسين ده ينزل في اليورين وايه وما ايه؟ ده طبعا مش هيتحول فقط صح ولا لا؟ بس اسم الدواء ايه؟ اسمه الو بيورينول اللي هو زيلوريك. زيلوريك 100 ولا 300 حد في صيدليه ولا حد عنده زيلوريك ده كل ثلاث اربع بيوت فيهم قلب لازم يعني كل الناس عندها يعني مش كل الناس اللي ممكن الناس يعني بس كل الناس اللي ممكن. طيب كده ماشي. طيب سهل الكلام ده كده دول خلصوا ودول كمان خلصوا. تعالوا بقى لحاجه تافهه جدا فاكرين الكي ام والفي ماكس حاجه تافهه جدا. بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ بيقول لك ان مثلا ده النورمال اهو فكنا بنحط سبستريت كده عادي يعني سبستريت من اللي هو السبستريت اللي كان هنا ده كان فينا سبستريت وانزايم وانهبيتور فاكرين؟ فاكرين ولا ايه؟ طيب السبستريت عادي كنا نحط شويه سبستريت ونوصل لايه؟ لنص الفي ماكس هنا ماشي؟ طيب ده كده لو مفيش حاجه اسمها انهبيتور ده وضع طبيعي. طب تعالى بقى لو الانهبيتور ماسك. لو الانهبيتور ماسك يعني ازاي؟ بص حضرتك كده ده مين؟ الانزايم ماسك فيه مين؟ الانهبيتور. وانت عايز تحط ايه؟ سبستريت علشان تشتغل وتوصل للايه؟ للفي ماكس صح؟ صح ولا لا؟ تمام اهو. هو كان الطبيعي ان احنا بنحط شويه سبستريت كده ونوصل للفي ماكس. دلوقتي الطبيعي اللي هيحصل احنا عايزين ايه؟ عايزين نزود السبستريت اكتر ولا مش هنزودها؟ هنزودها صح؟ يعني هل هيكفينا الكميه اللي كانت طبيعيه ومفيش انهبيتور ولا هنزود؟ هنزود كتير صح؟ نفضل نزود ايه كده صح ولا لا؟ يبقى الكي ام زادت ولا ما زادتش؟ زادت صح؟ بص بقى لما احط الكميه دي هوصل للفي ماكس ولا مش هوصل؟ هوصل. يبقى الفي ماكس اتغيرت يعني انتهت اختفت ولا ما اعرفش ايه. انا بس لما زودت الكميه وصلت للفي ماكس صح؟ زودت الكميه وصلت لنفس الايه؟ يبقى لما انا زودت الكميه وصلت لنفس الفي ماكس. الكلام شرح نفسه اهو. زودت الكميه يبقى الكي ام ايه؟ زاد. وصلت لنفس الفي ماكس يبقى الفي ماكس مالها؟ عن تشينج يعني كده كده وصلت لها صح ولا لا؟ بالظبط كده. يبقى الفي ماكس ايه؟ ان تشينج. سهل الكلام ده؟ ده في مين؟ في حالة ايه؟ الكومبيتيتيف انهبيتور. طيب تعالى هنا. هنا ايه بقى؟ بص كده. الانهبيتور ماسك. الانهبيتور ايه؟ ماسك. بص كده، ده الطبيعي كنا بنحط شوية سبستريت ونوصل للفي ماكس. خليك معايا بقى. حط كده شوية سبستريت هتطلع الانهبيتور ولا لا؟ طب زود السبستريت شوية. طب زود كمان شوية. طب كمان شوية. طب افضل زود بقى من هنا لغاية لما تتعب. مفيش صح ولا ايه؟ هل ده هيسيب؟ هو هيسيب بمزاجه، هو هيسيب عشان احنا بنتكلم في حاجة اسمها ريفيرز. بس مش هيسيب لما احنا نزوده. هو هيسيب امتى؟ بمزاجه لما هو يعوز يسيب صح؟ يبقى هل الكميه فرقت معايا؟ يبقى احط الكميه او زود الكميه او كده، هل في فرق؟ مفيش فرق. يبقى هل الكي ام هتفرق؟ يبقى الكي ام ان تشينج يعني مهما تحط بقى تضاعف تحط مش عارف ايه تحط برميل من السبستريت مش هتعمل حاجه صح؟ هل لما تحط اي حاجه من الكي ام هل هوصل لفي ماكس؟ يعني هل اصلا هيحصل رياكشن اوصل لفي ماكس؟ صح ولا ايه؟ معايا في الحته دي؟ يبقى مهما تحط كي ام هنا مش هتوصل لمين؟ لفي ماكس.
يبقى الفي ماكس مالها قلت. قلت بقت زيرو صح ولا لا؟ تمام. فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ تمام. هم بيعتبروا يعني ان دي بقى ايه اصيع يعني الميزوجاية بتيجي في تاريخ الميزوجات يعني. بس عادي سهل جدا يا صاحبي. ماشي. سهل الكلام ده؟ بصوا يا جماعة ايزو دي اللي هي اللي هي ايزومرايزيشن صح؟ ونظام دي اللي هي ايه؟ نظام الله ينور عليك. طيب باختصار الكلام ده بيتكلم عن ايه؟ يعني الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ عن وجود الانزيمات في صور مختلفة. في صور مختلفة، صور استراكشرية يعني مختلفة. طيب فبالتالي بينتج عن الكلام ده ايه؟ طبعا اختلاف الاماكن، يعني هي موجودة في مكان والانزيم مفهوم موجود فين؟ في مكان. طيب الانزيمين اللي موجودين في مكانين مختلفين دول مشابه بعض في الاستراكشر بس مختلفين شوية يعني في التركيب. نفس الكلام بتاع الايزومرايزيشن بالظبط. هينتج عن الكلام ده ايه؟ طبعا ده نفس الانزيم ونفس الاسم بس طبعا مرقمين بارقام مختلفة، او ده بتاع مثلا الليفر وده بتاع الهارت كده معروف يعني، بس الاثنين شغالين على نفس الايه؟ السبستريت وبيعملوا نفس الرياكشن. ماشي؟ تمام. يبقى ده مثلا موجود هنا وده موجود هنا، الاثنين دول شغالين على نفس المادة وبيعملوا نفس الشغل بالظبط وكل حاجة. بس الاختلاف ما بينهم عمل ايه؟ عمل اختلاف في الخواص اللي هي الفيزيائية، الخواص يعني الكيمياء والفيزيائية صح؟ وطبعا أكيد في اختلاف في حاجة، يعني اختلاف أول حاجة في البروبيرتس. تاني حاجة اختلاف في الكيم صح ولا ايه؟ مش اختلاف في الكيم؟ يعني الكيم نفسه هيكون مختلف، ممكن يكون ده أنشط من ده هنا صح؟ يبقى في اختلاف في الكيم. في اختلاف في الانتيجينيسيتي، لما ان شاء الله تاخدوا حاجه اسمها انت خدتوها بالهارف الضرب، عارفين يعني ايه انتيجين؟ انتيجين اللي هو اي حاجه بتعمل ستيموليشن لجهاز المناعه صح؟ طبعا من ضمن البروبيرتيز بتاعت الانتيجين ان هو يكون كومبلكس، يعني كل ما يكون بروتين معقد كل ما يكون ايه؟ يكون يعمل انتيجينيست اكتر يعني. فاقول لك ان ممكن الاختلاف في في الاستراكشر بتاع الاثنين دول يديهم ديفرنت انتي جينيسي. بس كده يعني دول الحاجات اللي ممكن تنتج عن وجود حاجه اسمها ايه؟ ايزو انزيم، يعني انزيمات متشابهه بس مختلفين شويه في الصيغه التركيبيه، فممكن هيختلفوا شويه بروبرتيز في الكي ام في الايه؟ في الانتيجينيست. ثاني الكلام اللي في البدايه ده كده الكلام ده بيتكتب تبع الديفينيشن، كل الحاجات دي تبع الديفينيشن. تعالى بقى نشوف الفانكشن بتاعت الايزو انزيم واكزامبل. هديكم بس اسم واحد كده علشان اقول لكم الفانكشن. عندي حاجه اسمها لاكتيت هيدروجينيز واحد، ده لسه هناخده لسه ما قلناش حاجه. لاكتيت دي هيدروجينيز واحد ولاكتيت دي هيدروجينيز خمسه. واحد ده موجود مثلا ايه؟ في الهارت. واحد موجود فين؟ في الهارت. وخمسه ده موجود فين؟ في الليفر. اقصد في الهارت يعني ايه؟ اقصد في الهارت سيل، يعني موجود جوه الخليه بتاعت مين؟ الهارت، موجود جوه الكاردياك ماسل صح ولا ايه؟ موجود فين؟ جوه الكاردياك ماسل. والكاردياك سيل نفسها بتاع الليفر موجود فين؟ جوه الهيباتيك سيل نفسها صح؟ طيب تعالى كده، ده كده البلاط بتاعه اهو. يبقى لاكتيت هيدروجينيز واحد مثلا موجود في الهارت. لاكتيت هيدروجينيز خمسه موجود فين؟ في الليفر، وده جوه الخليه وده جوه الخليه. وده البلاط ده اهو. بص يعني ركز وخليك ايه جاوب بمنتهى السلاسه، يعني انا هحط دلوقتي السرنجه فين؟ في البلاط، وهسحب دم، المفروض الاقي فيه حاجه من الاثنين دول اهو. انا حاطط حاجه هنا مفيش صح ولا لا؟ ليه؟ لان مكانه الطبيعي فين؟ يا ده مكانه الطبيعي في الهارت، وده مكانه الطبيعي فين؟ في النيرف. طب افرض لقيت شويه من دول كده في البلاط، يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى اكيد في مشكله في الاوريجينال سايت صح ولا لا؟ يعني اكيد في مشكله في القلب لدرجه ان الخلايا بتاعت القلب فرقعت وقامت مفضله الكونتنتس اللي فيها، ومن ضمن الكونتنتس دي مثلا ايه؟ حاجه زي الاكيد ده هيدروجينيز، فقستها وشفتها بعيني فين؟ في البلاط صح؟ متخيلين الكلام اللي انا بقوله ده؟ طيب يبقى اهميه الايزو انزيم ايه؟ الفانكشن ايه؟ دايجنوزس، بستخدمها في كلينيكال دايجنوزس. كلينيكال ايه؟ دايجنوزس. وده امثله حقيقيه فعلا. فطبعا السؤال بيجي ازاي؟ بيقول لي الفانكشن بتاعت الايزو انزيمز
قلتلي مثلا او بيجي كده اني يمرد مثلا اربعة examples of ISO انزاي هو مكتوب ايه؟ واحد بس ماشي؟ فاولا تتلازم بس طيب فبيقول لك تعالوا نتكلم على ناخد مثال احنا كده خدنا حاجة اسمها ايه؟ function الفانكشن حاجة اسمها ISO انزاي او حاجة اسمها clinical clinical ايه؟ دياجنوز والسؤال بيجي كده برضه على فكره ايزو انزايم ان كلينيكال دياجنوزس بيجي كده السؤال هتلاقوه في امتحانات كتير بنفس الطريقه كده تبقى تكتب ايه ولا كانك شفت حاجه وتقوم راح كاتب من اول صفحه ايزو انزايم كلها على بعضها طيب ماشي هتبدا بالديفينيشن مش عارف اللي بيحصل الناتج يعني الايفكت بتاعهم وهكذا وهكذا اللي بعده طيب بيقول لك اللاكتيت ده بالنسبه مكون من أربعة تشين من إيه؟ أربعة تشين والتشين دي ممكن تبقى من نوعين يعني هو أربعة تشين ده التركيب بتاعه بس أهم تشين التشين دي لها نوعين نوع اسمه H ونوع اسمه إيه؟ M H دي يعني أفتر هارت و M يعني أفتر مصر ما علينا فإيه بقى الاحتمالات اللي ممكن اللاكتيت ده هيدروجينيز يتكون من أربعة تشين من النوعين دول عادي يعني ممكن يبقى اللاكتيت ده هيدروجينيز مكون الاربعة تشين بتوع من النوع ايه؟ اتش يبقى كده اسمه كده لو مين هارت اللي موجود فين في الهارت ماشي؟ طيب ممكن يبقى ايه؟ اربعة ايه؟ ام اللي هو ام ده اللي موجود فين؟ في اللي ده اسم الابتدى بجنس واحد ده اسم الابتدى بجنس كام؟ خمسة اللي هو الاخير خالص عشان هيبقوا خمسة احتمالات دلوقتي طيب وممكن يبقى ممكن يبقى ثلاثة H واحدة ايه؟ M وممكن يبقى ثلاثة M واحدة ايه؟ H وممكن يبقى اتنين ايه؟ H واتنين ايه؟ M صح؟ فاهمين كده؟ محدش بقى يقول لي ايه طب ممكن يبقى اتنين M واتنين H يعني لا الاختلاف في ماشي؟ طيب يبقى هم كام؟ ادي واحد اتنين ادي ثلاثة ايه؟ أربعة خمسة بس كده دول مهمين واحد والمهم كام؟ خمسة واحد ده موجود في الهارت موجود فين؟ وخمسة موجود فين؟ في الليفر يبقى الطبيعي ان انا ما لاقيهمش خالص فين؟ في البلاد افرض لقيت بتاع الهارت في البلاد يبقى اكيد الهارت فيه مشكلة صح؟ ايه المشكلة اللي في الهارت اللي ممكن تطلع لي الانزيمات بره كده؟ حاجة اسمها مايو كارديال انفاركشن طبعا اكيد انتوا خدتوها في السي بي اس صح ولا يعني ايه مايكاردال انفاركشن يعني ايه كلمه انفاركشن انفاركشن معناها سير ديس ديو تو هايبوكسيا يعني انت جيت ايه قفلت بلاد سبلاي وموتت التيشو دي معنى كلمه انفاركشن سير ديس ديو تو مين هايبوكسيا فانت راح عامل حاجه اسمها مايكاردال انفاركشن اللي هي احتشاء عضله القلب عضله القلب احتشت ازاي مش عارف بس انا شايف ان مايكاردال انفاركشن احسن صح ماشي فامتى بقى ده يظهر يبقى فيه مشكله في حاجه اسمها مايكاردال ايه انفاركشن ما حدش بقى يقول لي انفراكشن يعني ايه انفاركشن يعني ايه تبتدي كده وتبتدي كده انا بقرا قبل ايه وايه قبل الار قشطه ماشي طيب لو لقيت بقى بتاع الليفر هو اللي موجود في البلاد يبقى اكيد في ديزيز في في الليفر هيباتايتس بس ايتس يعني انفلاميشن هيبا اللي هو مين ليفر يعني هيباتايتس اجي من هيباتيك سيل يبقى فيه هيبا تايتس ومثلا ممكن تكون من نوع ايه فايرال هيباتايتس فايرال هيباتايتس او انفكتيف فايرال هيباتايتس ماشي ده اللي يزود ايه انزيم الكبد اسمه تحليل انزيمات الكبد ده واحد منهم لما التانيين لسه جاي ماشي مثال تاني حاجه اسمها بايروفيت كاينيز بايروفيت كاينيز بكتب المثال ده بقى بايروفيت كاينيز ده مكون من ثلاثة تشين نوعهم يا بي يا ام فكم فعندي كم احتمال ثلاثة يا اما هو مكون من اثنين تشين يا اما الاثنين مكونين من ايه من بي فبي بي او الاثنين مكونين من ايه من ام فام ام او ام ايه ام بي يا واحدة ام واحدة بي البي بي ده موجود في البرين والام ام ده موجود في المصل والام بي ده موجود في الهارت موجود فين؟ بتاع الهارت ده برضه يزيد في المايكاردال انفارش الفرق بينه وبين ده بيزيد بعد يومين ده بيزيد بعد اربع ايام مش مشكله بتاع البرين لو موجود في البلاد يبقى اكيد في برين دامج
بتاع المصري ده موجود في البلاد دي، فاكيد في مصر ايه دامج بتاع حادثة في مصر بيزنس كده يعني. ماشي بدأنا بس مثالين علشان ايه لما تكتبوا عايز نظام. طبعا عايز نظام ده سؤال مهم جدا 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 جدا، فاضل خمسة جدا. ماشي في حاجة في الاخر كده اسمها regulation، regulation of enzyme activity. يعني ايه regulation of enzyme activity؟ يعني مثلا انت عندك جينات بتاعت مليون انزيم صح؟ طيب هل كل الانزيمات اللي في جسمك انت هتصنعهم اصلا ولا لما تحتاجهم تصنعهم؟ لما تحتاج انزيم بتاع تصميم معين يحصل حاجه وتصنعها. طب انت صنعتهم وراحوا فعلا شغلوا الايه؟ الباسوي ده صح؟ طيب خلاص انت طلعت البرودكت، يعني حاولت السبستريت، انت كده كنت عايز انزيم علشان تحول السبستريت دي الى برودكت. طب انت طلعت برودكت كتير، يعني عملت اللي انت اصلا كنت عايزه، تسيب الانزيم ولا تروح تعمل انهبيشن؟ تروح تعمل انهبيشن؟ ها؟ انت يا اما عايز تعمل ستيموليشن يا اما عايز تعمل ايه؟ انهبيشن. ودي حاجه اسمها ريجيوليشن اوف انزيم ايه؟ اكتيفيتي، صح ولا لا؟ كلمه ريجيوليشن اصلا معناها كده يا اما تزود يا اما تقلل على حسب البودي نيد، صح ولا لا؟ تمام. فهنعمل ريجيوليشن بايه؟ هنعمل ريجيوليشن بشويه حاجات كده، حاجات كتير يعني. طيب خلوا بالكم بقى، اول حاجه عندي وحاجات تافهه كده والله، وحتى اسمها تافهه يعني. اول حاجه بيقول لي بعمل ريجيوليشن بحاجه اسمها اندكشن وريبريشن. وايه وريبريشن؟ يعني ايه اندكشن؟ عمليه اسمها اندكشن، فمحتاج فيها مواد اسمها انديوسرز، حاجات اسمها ايه انديوسرز. والعمليه اللي اسمها ريبريشن محتاج فيها حاجات اسمها ريبريسورز، يعني المواد اللي هتعمل ايه؟ ريبريشن، صح؟ الانديوسرز دول بيقول لك ان الاندكشن، طبعا الاندكشن عمليه تحفيز الانزيمات نفسها. بيقول لك ان ممكن السبستريت، خلينا هنا سايبين البتاع دي كده، ده السبستريت وادي الانزيم وادي البرود. بيقول لك ان ممكن الانديوسر يبقى السبستريت. ممكن الانديوسر يبقى مين؟ السبستريت. والانديوسر دول اصلا بيشتغلوا فين؟ بيروح يشتغل على الجين بتاع الدي ان ايه، مش الانزيم ده يا جدعان كان طالع من جين كده وهو رايح عامل ترانسكريبشن وطلع ام ار ان ايه واعمل ترانزليشن وطلع البروتين ده، يبقى في جين هنا كده مسؤول عن صناعه الانزيم ده، صح ولا لا؟ فمحتاج لو انا عايز الباسوي ده وعايز البرودكت ده، محتاج ماده تروح لغايه الجين وتعمل اندكشن، يعني تمسك في الانهانسرز لو فاكرين دي ان ايه يعني. هنا حاجه كده اسمها الانهانسر، الانديوسرز دول بيمسكوا فيهم يعملوا اندكشن، يعني يسرعوا بناء مين؟ الجين، او يبداوا بناء الجين، فاهم حاجه كده؟ ماشي، يبقى ده كده شغل الانديوسرز، بيعملوا بيسرعوا بناء الجين بتاع مين اصلا؟ بتاع الانزيم لو اتحول السبستريت الى مين؟ الى البرود. ادي رقم واحد. رقم اتنين بقى بيقول لك ان السبستريت ممكن هي تكون تشتغل كايه؟ كانديوسر. يعني انت عندك سبستريت في جسمك وعايز تعمل الباسوريد، بحاول السبستريت دي الى برود، ممكن السبستريت نفسها هي اللي تشتغل كايه؟ كانديوسر، صح ولا لا؟ تمام. يبقى السبستريت ممكن تكون انديوسر، او انديوسر مي بي سبستريت اوف ذا انزايم. فهمتوا يعني الكلمه دي؟ يعني ده يعمل ستيموليشن، خلاص؟ ماشي كده؟ طيب لو السبستريت، بقول لك بقى لو السبستريت دي هي الانديوسر، لو السبستريت هي الانديوسر يسموها جراتيوس انديوسر، يسموها جراتيوس ايه؟ انديوسر. يعني الانديوسر لو ماده ثانيه يبقى اسمها انديوسر عادي، لو السبستريت هو الانديوسر يبقى يسموها جراتيوس انديوسر. فاهم مشكله في الكلام ده؟ يبقى دي عمليه اسمها اندكشن وانديوسر. طب الريبريشن بقى والريبريسور، الريبريشن يعني تروح تعمل ايه؟ تروح تعمل ريبريشن للجين اللي كان بيصنع الانزيم، صح؟ نفس الكلام بالظبط، ماده اسمها ريبريسور. ممكن البرودكت هي اللي تبقى مين؟ الريبريسور. ما احنا خلاص بقى، انت واضح ان احنا حولنا كل السبستريت الى برودكت وما عدناش عايزين البصوي ده. فالبرودكت دي هي اللي تروح تبقى مين؟ تبقى ريبريسور في الحاله دي، صح؟